بسم الله كده. طيب بيقول لنا هنا ايه في السؤال الاول ده؟ several identical cells عندنا batteries كتير زي ما احنا شايفين used to connect up circuits each cell كل battery ليها EMF 1.5 ده ال VB بتاع كل واحده يعني. طيب determine بقى the total EMF for the following combination of cells، عايزين نطلع ال VB التوتال لكل سيل زي ما انت شايف كده. طيب الاثنين دول سيم ولا اوبزيت؟ دول سيم، الواحده ب 1.5 ودي كمان 1.5، واحنا اتفقنا في السيم بنعمل بلس والاوبزيت بنعمل ماينس، فعلى طول هنعمل بلس، فده هيدينا على طول 3. 1.5 بلس 1.5 دي سهله جدا. طيب وبالنسبه لنمبر بي احنا عندنا 3 سيم، لان لو بصينا في الكارنت هنا دول بيطلعوا زي بعض لكن دي بتطلع عكسه، دي بتطلع عكسه، واضحه؟ فده معناه ان الثلاثه دول بلس، يعني هنا هنعمل 1.5 غير اوكي. طيب فلو لاحظنا ان دي هتطلع دول كده زي بعض كلهم ما عدا ديت. طيب فيبقى 1.5 مالتبلاي 3 يعني 4.5، الثلاثه دول هيطلعوا زي بعض 4.5، ودي 1.5 يعني 4.5.5 هيدينا 3 برضه. احنا بنشتغل على فيجر يعني بنطلع التوتال ام اف، يعني احنا كاننا بنجيب ايه؟ بنجيب الايكويفالنت باتري، زي ما جبنا حاجه اسمها ايكويفالنت ريزيستنس، ففي دلوقتي ايكويفالنت باتري، يعني انا لو شلت الاربعه دول احط واحده ب 3 فولت وخلاص تحل مكانهم، يعني هي دي معناها. لو انا جبت واحده ب 3 فولت هتحل مكان الاربعه دول، لو انا جبت واحده برضو هنا ب 3 فولت هتحل مكان الاثنين دول، وهو ده معنى السؤال ان انا عايز التوتال. طيب دول طبعا عكس بعض، دول بيطلعوا عكس بعض، فطبعا الواحده ب 1.5 فده طبعا هيديني ماينس 1.5 ماينس 1.5 هيبقى زيرو. السؤال ده فيه مشكلة معاك يا مالك ولا قشطة؟ تمام؟ اه تمام. طيب جميل. طيب لو رحنا لنمبر 2، نمبر 2 ده سؤال جه في مينستري اكزامز قبل كده او في نماذج الوزارة يعني، مش عارف هو الفكرة بس عامل كده ليه، بس ماشي ممكن ناخد ده. ماشي اوكي. طيب هنا بيقول لك تشوز، ماشي، عايز البوتنشال ديفرنس ان ايتش ريزيستور، عايزين البوتنشال ديفرنس اللي هو الفولت في كل ريزيستور. انا عشان اجيب الفولت لازم اجيب الاي الكرنت، ان الفي ايكوال اي في ار. فانا الاول ابص انا عندي اكتر من باتري، الباتري دي بتطلع الكرنت في الاتجاه ده ودي كمان بتطلع الكرنت في الاتجاه ده، فده معناه ان هم سيم، يبقى ناخدهم بلس. فلو عايز اطلع الاي اللي طالعه منهم فهي اي واحده، محدش يحسب اي لكل باتري، هي اي واحده، فالاي الواحده ديت زي ما قلنا قبل كده في الحصه هي مجموع الفيهات الفي بي عشان هم سيم، يعني هناخد 6 بلس 12 على الار ايكويفالنت بتاع السيركت، فهنلاحظ ان الاثنين دول بارلل، انا هاخدهم برودكت على السم، والاثنين دول سيريز اللي هي 20 وال 40 دول هيدونا 60، وال 20 باي 30 على 20 بلس 30 الليله ديت ممكن ننجزها على طول، دي كده تدينا 12، وال 12 ديت بتاعت الاثنين دول هيبقوا بارلل مع ال 60، يعني هناخد ال 12 اللي طلعت مالتبلاي 60 على 12 بلس 60 فده يدينا 10، يعني الليله دي كلها كل الكونكشن ده كله هيدينا 10، ال 10 ديت طبعا سيريز مع ال 10 دي، يبقى الار ايكويفلنت في الاخر 20، هي الار ايكوفلنت اللي بنحطها تحت في الدومينيتور ونزود عليها الانترنال بتاعت كل باتري، بس واضح هنا ان الانترنال بزيرو، يبقى احنا لما جينا نحسب هتطلع الاي ب 0.9 امبير. دي مين الاي اللي احنا جبناها دي؟ اي توتال، هي دي الاي اللي طالعه من كل باتري. الاي توتال دي بقى هتعدي اول حاجه على ال 10، فتعالى نجيب الفولت اللي عند ال 10 نسميه مثلا V1. سؤال برضو سهل جدا يعني بيراجع على اللي فات،
ال V equal I في R، فأنا لو عايز أجيب فولت التاني يبقى ال 0.9 multiply 10 ببساطة، هيطلع 9 فولت، وده أول فولت عندنا. بعد كده أنا عايز الفولت في اللي جاي بقى. بالنسبة للكرنت هنا هيتقسم هنا وهنا وهنا، كرنت بعد كده هيتقسم. طيب هيتقسم على كام برانش؟ هيتقسم على 3 برانشات، على ال 20 وال 30 وعلى ال 60، علشان ال 20 وال 40 على طول 60 مرة واحدة. هيتقسم على الثلاثة، يعني أنا كأني عندي ثلاثة ريزيستور كده، يعني بنرسمها بطريقة أبسط شوية علشان تبقى فاهم. إن هنا 20 و60 على طول، وداخل عليهم 0.9. مش أنا أقدر أجيب الـ V بتاعتهم كلهم؟ آه، الـ V بتاعتهم كلهم هي عبارة عن إيه؟ الـ I اللي داخل عليهم في الـ R equivalent بتاعتهم هم الثلاثة. يبقى الـ V بتاعتهم كلهم هتبقى 0.9 multiply، طبعًا الـ R بتاعتهم كلها إحنا جبناها من شوية بـ 10. يعني ده برضه هيطلع بـ 9 فولت. ده الفولت بتاعهم كلهم اللي هو بما 30. طيب انا كده كاني جبت ال 20 وال 30، يعني انا كده جبت ال V 20 ب 9 برضو، ان هو الفولت كونست مش هتغير، وجبت كمان ال V ب 30 ب 9 برضو. ناقص لي طب ال V بتاعت ال 20 يا مستر وال 40. ما هو اصل ال 20 وال 40 دول عليهم فولت واحد اللي هو برضو 9 فولت. لو انا جيت فكيت ده كده ال 9 فولت اهو اللي عليهم كلهم، اللي عليهم كلهم ال 9 فولت دي انا عايز اقسمها على ال 20 وال 40، فده معناه ان انا محتاج اجيب الكرنت اللي ماشي هنا، محتاج اجيب الكرنت اللي تحت. طب تعالى نبسط السيركت اكتر. مش احنا خدنا من شويه ال 20 وال 30 دول بارل وطلعوا ب 12؟ تعالى نرسم 12 بقى ونمسح ال 20 وال 30، يعني انا كاني عندي اثنين ريزيستنس بس. دي 12 وهنا 60 وداخل عليهم 0.9. ليه عملت الحركة دي؟ علشان أبسط السيركت عشان أعمل current vibe. طيب أنا already جايب الفولت ده ب 9. طب ما هو 9 divided 60 أقدر أجيب الـ I اللي هنا. 9 divided 60 هتطلع 0.15. الـ 0.15 هي دي اللي بتعدي على الـ 60. طب ما كان اصلها ايه؟ كان اصلها 20 و40. رحت راسم 20 و40 بقى. انا رجعت بس الموضوع لاصلي. هنا 20 وهنا 40. ال 0.15 هي نفس الاي اللي بتعدي على 20، هي نفس الاي اللي بتعدي على 40. كده اقدر اجيب الفولت بتاع كل واحد فيهم. يعني كده الفولت بتاع 20 هيبقى مثلا هنسميه V2 وده V3. فهنضرب بقى، يبقى ال V2 هيبقى 0.15 multiply 20، ونفس الكلام ال V3 0.15 multiply 40. بس عمل current value مجرد ما جبت الفولت، يعني 0.15 multiply 20 هتطلع 3. 0.15 multiply 40 هتطلع 6. طب انا عايز اتاكد ان انا صح. ما هو انا واثق ان هم كلهم عليهم فولت بكام؟ ب 9. طب ما هي ال 9 دي عباره عن فعلا 6 بلس 3 بس، يبقى هي التشوز هيكون A. كده جبت البوتنشال بتاع كل واحد فيهم وجبت كمان الكرنت. الموضوع سهل؟ في مشكله؟ لا تمام. طيب بالمره طالما انا جبت الكرنت تحت، ممكن اجيب الكرنت في كل برانش. هنمسح بس الليله دي. انا دلوقتي عرفت ان اللي ماشي هنا 0.15، وعرفت ان الفولت اللي عليه 9 فولت. طب انا ال 9 دي لو قسمتها على 20 اقدر اجيب الكرنت اللي هنا، لو قسمتها على 30 اقدر اجيب الكرنت اللي هنا، عشان ال V على ال R. يبقى 9 divided 20 عرفت ال I اللي ماشيه فوق 0.45، وال 9 divided ال 30 برضه عرفت ال I اللي ماشيه هنا 0.3. ما تنساش ان ال I اللي داخل عليهم 0.9. كده انا جهزت الايات اللي عندي. ليه بقى بعمل كده؟ عشان الطلب اللي جاي هو عايز منك باور ديليفرد وباور كونسيومد، واحنا اتفقنا ان لازم يطلعوا قد بعض. لو مش قد بعض يبقى انا حل غلط.
طيب الباور ديليفرد دايما بيتحسب للسورس باتري، للباتري السورس. وعرفنا قبل كده يعني ايه سورس، يعني الكرنت لما يطلع من البوستيف. فلو نلاحظ ان ال 6 فولت وال 12 فولت دول اصلا بيطلعوا كرنت، كرنت طالع من البوستيف، يبقى هما الاثنين سورس، يبقى هما الاثنين سورس، يعني هما الاثنين هناخدهم ديليفرد، هما الاثنين هناخدهم باور. فالباور ديليفرد بتاعهم هيبقى الفي بي في الاي، الفي بي اللي هي 6 فولت في الاي اللي هي 0.9 اللي طالعه منه. ده بالنسبه لاول باتري، بلس الباتري الثانيه 12 في الاي 0.9. يبقى انا كده عملت ايه؟ جمعت الباور ديليفرد. فالمفروض الباور ديليفرد ده هيطلع 16.2 وات. طبعا انا عايز اتاكد ان انا صح، ان انا احسب ايه الباور كونسيومد. فالباور كونسيومد مين بقى اللي بيستهلك الباور؟ ثلاث حاجات: تشارج الباتري وانترنال واكسترنال، الار الصغيره والار. واللي تشارجد عكس السورس، ان السورس بتطلع كارنت من البوستيف، لكن اللي تشارجد بتاخد كارنت من البوستيف. طب هل اللي تشارجد باتري عملت هنا موجوده في المساله ولا مش موجوده؟ هل في تشارج لا مش موجود. لا برافو عليك، صح، مفيش، عادي ما نحسبهاش. ما هو مش لازم نحسب للثلاثه، اللي موجود في المساله نحسبه. فطبعا هنا انا الغي اللي تشارج، مش عارف احسبه، انا ما عنديش. طب هل انا عندي انترنال؟ هل احنا عندنا انترنال في المساله؟ لا بزير بزير، يبقى برضو مش هنقدر نحسب انترنال. يبقى وده بيظهر مين؟ الار الكبير. الار الكبير دي احنا اتفقنا ممكن نختصرها بسرعه جدا، ان هي بدل ما امسك ار ار واحسب الباور بتاعها، ما انا مش قدرت اجيب ار ايكويفالنت، يبقى ممكن نقول اي توتال سكوير في الار ايكويفالنت على طول، اللي هو القانون بتاع الباور، اي سكوير في ار، بس اي توتال سكوير في الار ايكويفالنت بقى. يبقى كده كانك جبت الباور بتاع كل ريزيستنس وجمعتهم كلهم. فانا بدل ما اعمل امسك كل ريزيستنس واجيب الباور بتاعها، طب انا كاني عملت كده مره واحده عشان ما اضيعش وقت. يبقى الاي توتال اللي هي 0.9 سكوير، والار ايكويفالنت احنا لسه كنا جايبينها ب 20، لما قلنا ان الحته دي ب 10 ودي 10 سيريز يبقى 20. فده فعلا المفروض برضه هيطلع نفس الانسر. يبقى انت كده حالل صح. يبقى كده المفروض تشوز ايه. الطلب ده للاسف يعني بيبقوا قاصدين ان هم ما يجيبوهوش في الفاينل، بيبقوا قاصدين ان هم ما يطلبوش الباور ديليفرد والكونسيومد، علشان انك ما تتاكدش. هم مش عايزينك تتاكد، هم عايزينك تغلط. بس انت يا ريت يبقى الطلب ده في بالك انك تعمله، يعني بعد ما تخلص المساله عشان تشيك على نفسك. طيب ده بالنسبه ل المساله دي خلاص كده. نروح بقى نمبر 3. نمبر 3 هو بيقول لي نجلكت الانترنال، خلاص ماشي. اوف ذا باتري ذا ايكويفالنت ريزيستنس اند ذا كرنت انتنسي باسنج ان ات. سهل جدا طبعا. ايكويفالنت ريزيستنس من غير ما ابص على الباتري اصلا، هو في سلكه واحده ماسكه الاراد، يبقى الاراد دي كلها سيريز من غير ما اعمل اي تعب يعني. يبقى اكيد الكرنت اللي هيعدي على واحده هيعدي على الثانيه بغض النظر الكرنت طالع منين وجاي منين. يبقى اكيد هنعمل 1 بلس 2 بلس 5، فده هيدينا 8. دي كده الار ايكويفالنت في البدايه. طيب وبعدين انا عايز بقى الاي توتال. طب الاي تطلع منين؟ والله الباتري دي بتطلع الاي من هنا، والباتري بتطلع الاي من هنا. طب احنا نعتمد انهي دايركشن يا مالك؟ ناخد الدايركشن بتاع الفور ولا التو؟ بتاع الفور صح، عشان هي الكبير. برافو. طالما هي الكبيره يبقى هي السورس. قولي، هو الباتري لما بتبقى موجوده ما بين الريزيستنس ما بتعملش فواصل ولا اي حاجه؟ ناخدها سيريس. سيريس يعني كرنت ماشي كونستنت، الكرنت اللي طالع من هنا
رايح هنا رايح هنا. يعني انا دلوقتي لما انا سمعت كلامك وهاخد الكرنت بتاع الفوق، بص بتاع الكرنت اللي فوق ده ماشي ازاي، هيعدي على التو يشحنها شويه، ويعدي من التو يروح رايح على الوان اوم، وبعدين يكمل يروح رايح على الفايف، وبعدين يروح رايح على التو. مش هو نفس الاي اللي ماشي ولا الاي اتغيرت؟ هو هو مجرد شحن ال 2 فولت ورجع وكمل طريقه، فده ما اثرش على طريق الكارنت في حاجه. الباتريز ما عملتش اعاقه للكارنت، فاهماني؟ بس فهي دي، هو ده معنى كلمه سيريز، ان الكارنت اللي هيعدي على ار هيعدي على الباقي، اللي عدى على 1 اوم عدى على 5 وعدى على 2 في سلكه واحده بس كده. تمام. طيب تمام، فعرفنا ان ال 4 فولت سورس واكيد ال 2 فولت تشارج عشان الكارنت داخل ناحيه البوزيتيف ليها، يبقى ده معناه ان احنا لو عايزين نجيب الاي هتبقى ده ماينس، يبقى الكبير السورس ماينس اللي تشارج 4 ماينس 2 على الار ايكويفلنت اللي احنا جبناه ب 8، وهنا ما فيش انترنال، هو قال لي نيجلكت، فالكلام ده هيدينا 0.25 امبير، يعني تشوز ايه. طيب ده اول طلب. تاني طلب عايز البوتنشال ديفرنس بتوين A اند B اند بتوين C اند A. بتوين A اند B نمسح بقى الكلام ده، خلاص احنا عرفنا ان الكرنت اللي طالع من هنا ب 0.25 امبير. ما بين A و B عايز الفولت ده بوتنشال ديفرنس V يعني. ده فولت بتوين A اند B. طب هو ال V ده اللي انا رسمته ده هو ماسك ايه تحتيه؟ ماسك سورس باتري وماسك ريزيستنس والانترنال بزيرو. طب ما انا ممكن اطبق القانون، يعني ده ممكن اعتبره في تيرمينال، ممكن اعتبره في تيرمينال هو الفي اي بي ده، لان هو ماسك تحتيه باتري، فاي فولت يمسك باتري تحتيه نسميه في تي على طول. طيب في تي هو في بي ماينس اي ار ولا في بي بلس اي ار؟ اكيد هيبقى ماينس عشان دي سورس الباتري 4 فولت، دي ايه؟ دي السورس بتاعها. يبقى الفي بي ماينس ماينس الاي توتال في انهي ار بقى؟ الار الصغيره بزيرو، يبقى الار الكبيره اللي هي ال 2. لان هي المفروض القانون كان اصله ايه؟ كان اصله ار صغيره بلس ار كبيره. صح؟ هو هنا قال لي ان الار بزيرو. رحت شايل الار اللي بزيرو ورحت حاطط الار اللي فاضله عندي في المساله اللي هي الكبيره دي. فالار دي اللي هي ب2، وانا بقى اقدر كده اعوض كده بارقام، يبقى الفي بي اللي هي تبقى 4 ماينس الاي 0.25 في 2 بس. فاللعبه دي كلها تدينا 3.5 فولت. طب وبالنسبه للسي ايه؟ لو رسمت فولت ميتر تاني من بوينت سي لبوينت اي، رحت موصل في، قولي لي بقى يا ملك الفي ده نكتب قانونه ازاي؟ اللي هو الفي سي اي ده القانون بتاعه نكتبه بالبلس صح، علشان ال 2 فولت اتشارج. تمام، يبقى في بي بلس، فالفي بي هنا 2 بلس الاي 0.25 في الار اللي هي 1 بقى المره دي، هو ماسك ال 1 بس كده، فدي هتطلع 2.25 فولت. يبقى 3.25 و 2.25 تشوز A، يبقى هنا A وهنا A. تمام، بعد كده نمبر 4 بيقول لي for the circuit shown او P loop what is the intensity of the current passing through 5 ohm. وطبعا يعني المساله زيها زي المساله اللي انت شفتها قبل كده، بس بنزود ايه؟ باتري، يبقى عندك اكتر من باتري بس. طيب عايزين نجيب الكرنت اللي ماشي ال 5. طب الاول الكرنت طالع منين؟ طالع من الفور ولا طالع من التين؟ تعال نطلع من الاثنين الاول ونبص. دول هما الاثنين اوبزيت، يبقى لازم اختار دايركشن واحد من الاثنين طالما هما اوبزيت. طب اختار التين ولا اختار الفور؟ اكيد هختار الكبير. شفتوا الدرس شفت سهل ازاي؟ حاسه بصعوبه فيه؟ لا كويس، بس يعني في تفاصيل صغيره بس هي اللي بتبقى واقعه. تمام، التفاصيل دي ان شاء الله تتلم. طيب
ادي كده الاي، يبقى الاي ماشيه من هنا من ال 10، يبقى السورس هو ال 10 والتشارج هو ال 4. يبقى الاي راح ال 4 وبعدين هتتقسم على ال 5 وال 8 وبعدين هيتجمعوا تاني مع بعض عند النقطه دي ويخرجوا تاني عند ال 6 ويعيدوا نفس اللفه تاني. كده انا خلاص رسمت كده، رسمت قدامي في مخيلتي كده الكرنت ماشي ازاي. فانت حضرتك عايز ال 5 اوم، فانا عرفت ان الاي اللي ماشيه في ال 5 مش هي الاي توتال، لان الاي اتقسمت الاي 1 مثلا واي 2، يبقى انت عايز الاي 1. انا عشان اجيب الاي 1 لازم اجيب الاي توتال الاول، يبقى يلا بينا نجيب اي توتال اللي هي السورس ماينس التشارج 10 ماينس 4 على الار ايكويفالنت. طبعا الاثنين دول بارلل، يعني 5 باي 8 على 5 بلس 8، واللي هيطلع هيبقى سيريز مع ال 6 دي وسيريز مع ال 10. فشابتر 1 كله مكمل لبعضه، اي حاجه بنقولها بنكمل على اللي فات يعني. فده كله الار ايكويفالنت دي على طول، عارف ان انتوا شاطرين في الار ايكويفالنت تطلع 19.07 بلس الانترنال لو فيه، بس هو ما جابش سيره الانترنال يبقى 0. طيب فالحسبه ديت تدينا الاي توتال 0.29. عايزه تعملها ابروكسيميشن 0.3 اوكي مفيش مشاكل، بس هي اللي تشوز هي الفكره فيه بقى ان هو موجود 0.29 خلاص انا اخترت. طيب جبنا الاي توتال، لا سوري سوري هو عايز هنا الاي بتاعت ال 5، لا اللي تشوز ده في الاي بتاعت ال 5 اوم، لكن 0.29 دي هي الاي توتال. لسه بقى هنقسمها 0.29، لا بس اتخدعنا ان احنا اخترناها، لا هي غلط، المفروض 0.29 دي هنقسمها هنا وهنا. فانا لو عايز اجيب الاي 1 زي ما قلنا في الكرنت فايدر قبل كده، ال 5 بارل مع ال 8، انت عايز تجيب الاي اللي ماشيه في ال 5، يبقى نكتب ال 8 على الايكوفلنت على السمشن بتاعهم 5 بلس 8، الكلام ده كله في الاي اللي داخل عليهم اللي هي 0.29. بس فهنحسب الكلام ده تبقى 8 اوفر 5 بلس 8 في الاي اللي داخل عليهم 0.29، فده هيدينا 0.17. هو في هنا غلطة في التشوز، كان المفروض يبقى هنا بدل 11 دي 17، يعني يبقوا صلحوها بس عندكم، دي هتبقى الاختيار بتاعك 0.17. محدش يختار 0.29 دي، لان دي كده الاي توتال مش الاي اللي معديه في 5، هي المفروض 0.178، يعني المفروض كمان لو ابروكسيميشن هتبقى 0.18. دي غلطه بس في التشوز، المفروض بدل 11 دي هتبقى خليها 18 او 17 مش فارقه يعني. بس تمام اتفقنا ماشي بالك. بس لكن هي الغلطه هنا، الغلطه هنا انك تختارها 0.29، لا هو مش عايز اي توت، هو عايز الكرنت اللي ماشي فين في الفايف. ماشي انا غلطت ليه في الام اللي تشوز، ماشي انا هوريه ماشي. فايف نمبر فايف ويز نيجلكت انترنال زيرو ذا بوتنشال ديفرنس اكروس 5 اوم، عايز الفولت بتاع ال 5 اوم دي، الفولت بتاع الريزيستنس 5. فانا عشان اجيب الفي لازم اجيب الاي، فانا عندي اكتر من الباتري، احنا قلنا قبل كده يا ملك لو عندي اكتر من اثنين ابدا بمين؟ بالكبير. ابدا بالكبير تمام يا باشا، من تنين النجم النجوم اهو يا باشا، يبقى انا هطلع بكبير. ايوه لازم تثقي في نفسك كده وتفرحي. يا ريت والله. يا ريت ليه؟ وانت ايش واثقه؟ اه والله درجات بقى الدرجات. الدرجات؟ اه الثقة درجات بتقولي؟ هي الدرجات بتقلل من ثقة النفس كده. لا لا خير، تقدري تجيبي أحلى درجة، إيه المشكلة؟ إن شاء الله بقى. إن شاء الله. طيب يبقى دلوقتي السورس هو 12، اللي ماشي زي ال 12 هناخده بلس، اللي ماشي عكس هناخده ماينس. هنلاقي ان 6 عكسي يبقى دي تشارج،
هنكمل بالكرنت بتاع 12 هيعدي على 5، هيلاقي برضو ال 8 عكس هنا، يبقى دي برضو تشارج. يبقى ده معنى السؤال ايه؟ ان 12 بتشحن ال 6 وال 8. يبقى انا لو عايز اجيب الاي توتال هتبقى ال في بي ب 6 12 سوري الاول ماينس 6 ماينس 8 بس. الكلام ده طبعا على الار ايكويفالنت مفيش غيرها 5 والانترنال ب 0، 12 ماينس 6 ماينس 8 اوفر 5، فده هيدينا 0.4. امبير. طيب 0.4 ديت اللي داخله على الريزيستنس 5 اوم، فده معناه ان انت لو عايز تجيب الفي يبقى 0.4 مالتبلاي 5، 0.4 مالتبلاي 5 هتديك 2 فولت بس. هي كانت الفكره هنا ان انت تجمع الباتريز مع بعض. ماشي نمبر 6 يحب يعقدك شوية، بس انت برضو صامدون برضو ولا يهمنا. يقول لك ايه؟ انت عايز اسيد الفاليو بتاع الار والريدنج بتاع الفولتميتر ده. احنا يا عم مالناش دعوه، احنا هنمشي بنفس الستبس اللي متعودين عليها ان احنا نجيب الاي الاول. فالراجل راح مسهل عليكم، مديك الاي ب 0.6. طيب ومعايا باتري 1.5 ومعايا باتري ثانيه 1.5، واضح ان التو باتريز دول بيطلعوا سيم دايركشن زي بعض. يبقى دي الاثنين دول سورس. يبقى 0.6 دي اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن 1.5 بلس 1.5 على الار ايكويفالنت اللي هي ما فيش غيرها الار، والار انترنال اللي هو راسمها لي ار 1 وار 2 0.25 بلس 0.50. فانا اقدر من القانون ده، طبعا هو القانون الوحيد هو مين؟ هو الار. يعني انا طبقت نفس الخطوه اللي بعملها كاني بجيب اي توتال، فبكتشف ان في unknown تاني هو عايزه، بس كده هي نفس الخطوه واحده. فالار دي بعد ما نحطها على الكسوه تطلع 4.6. طيب بعد كده عايز الفولتميتر ده. هو الفولتميتر ده بنسميه على طول في تي عشان شايل تحتيه باتري. طب الباتري دي سورس ولا تشارج؟ اكيد سورس عشان بتطلع سيم دايركشن. يبقى الفي تي في بي ماينس اي ار. ال VB 1.5 ماينس الاي اللي هو مدهاني 0.6 في الانهي ار بقى؟ في الار انترنال بتاعتها، لان يعني مفيش غيرها، الفولتميتر ماسك من هنا لهنا، فمفيش اي ار جنب الار انترنال، يبقى 0.25 بس كده. فالحسبه ديت هتدينا 1.35 فولت، يبقى 4.6 1.35 فولت اللي هو تشوسي. في حاجة ما فهمتهاش قولي لي ونرجع تاني. تمام تمام طيب نمبر 7 in the opposite circuit the reading of ammeter equal. الاميتر ده، الاميتر ده واضح ان هو جنب التو باتريز، هو بيقرا الاي توتال على طول. هو طبعا واضح ان التو باتريز دول بيطلعوا كرنت عكس بعض، يبقى ده معناه ان واحده سورس والثانيه تشارج، يبقى دي سورس ودي تشارج. هنطبق نفس الرول، يعني هو عايز الاي توتال، فالاي توتال هي السورس ماينس اللي تشارج 12 ماينس 2 على الار ايكويفالنت بقى بتاع الكلام ده. لو انت الكلام ده هيضايقك تعمل بوينت، مفيش مشكله. لو الشكل ده هيضايقك، طب يا مستر انا هرقم منين؟ رقم من الباتري السورس، من الباتري اللي بتطلع كارت. يعني دلوقتي همسح الدايركشن بتاع التشارج وهرقم من السورس عادي خالص. فانا دلوقتي من عند البوستيف بتاع السورس ورحت حاطط 1. طب في باتري ماليش دعوه وارد 1 كاني مش شايفها، ما انا دلوقتي هعتمد الدايركشن خارج من ال 12 بس، كاني مش شايف ال 2 وهنا 1 برضه، كل دي سلكه فاضيه. بعد كده هنلاقي هنا، هلاقي هنا برضه 1، دي برضه سلكه فاضيه. بعد كده هنطلع فوق ب 2 ونعدي ريزيستنس 3، وهتلاقي هنا كمان 3، بس هتكتشف ان هنا في 4، فهتلاقي ان في مشكله ان 3 هي اللي وصلت للباتري، لكن 3 مش اكبر حاجه، فنروح نبدل ال 3 بال 4. يبقى نشيل ال 3 ونشيل الفور ونبدلهم مكان بعض، يبقى هنا تحت 3 وفوق 4 وهنا كمان 4، ونروح بعد كده للباتري 4 ومفيش مشاكل. يبقى 1 2 3 4. ونروح حاطين بقى الريزستانات ما بين 1 و 2 في 4،
وما بين 2 و 4 في 2 خدناها، ما بين 4 و 3 6، وما بين 2 1 في 4 في 4 اهي تمام، يبقى الاثنين دول بارل طبعا. وما بين 1 و 3 1 1 اند 3 1، اخر حاجه ما بين 3 و 4 6. بس كده الموضوع بقى سهل، هناخد الاثنين دول طبعا بارلل 6 ديفايد 2 ب 3، وهناخد الاثنين دول برضو بارلل 4 ديفايد 2 ب 2، وال 2 اللي هتطلع من هنا سيريز مع ال 2 ديت هتبقى 4، وال 4 اللي هتطلع منهم هتبقى بارلل مع ال 1 يعني 4 باي 1 على 4 بلس 1، فده هيدينا 4 اوفر 5. 4 اوفر 5 بلس ال 3 هي دي بقى اللي هنعملها تحت، 4 اوفر 5 دي الار ايكوفلنت في الاخر 4 اوفر 5 بلس 3، ومفيش هنا انترنال، فخلاص هو ده اللي احنا هنحطه يعني. فالمفروض الحسبه دي كلها تديك 5 امبير، دي كده الاي توتال اللي هو عايزه. معلش سؤال بس، قولي. هو ال resistance 2 دي اللي معمولة ما بين ال 2 و 3 هي فين على الرسمة؟ الريزيستنس ما بين ال 2 ايه ده؟ انا غلطت، مفيش صحيح ما بين ال 2 و 3، انا برضو عمال احسبها بقول ازاي. لا مفيش 2 و 3 صح، احنا خدنا ايه؟ خدنا ما بين، طب نمسحها تاني، يمكن انا خدت القرارات غلط. انت صح، انت صح، هنا 2 هنا احنا اتفقنا دي هنا 4 وهنا 4، ما بين 1 و 2 4 اوكي، ما بين 1 و 2 4 10 تمام، دول تمام دول تمام، ما بين 2 4 2 المفروض 2 و 4 2 4 انت صح يا مان، برافو عليك، انا خدتها 2 3 صح كده، مش الرقم فعلا هيتغير خالص. دي فعلا 2 وماشي، وهنا ما بين 1 و 3 1 دي اوكي، 6 و 6 دول تمام ماشي صح كده. فلا هنغير بقى، يبقى دول 2 امسح بقى ال 4 دي، ودول 3، ال 3 ديت هتبقى سيريز مع ال 1 هتبقى 4، 4 تحت، وال 2 دي هتبقى سيريز مع ال 2 اللي هتطلع منهم هتبقى 4 برضو، يبقى 4 ديفايدد 2 هدينا 2، فده المفروض 10 ديفايدد 2 في الاخر 5 امبير صح كده، كده صح تمام شاطر. دي كده الاي توتال كويس. بعد كده هنروح لنمبر 8، كانت المساله كلها بس اي توتال عشان تجيب ار ايكويفالنت. نمبر 8 هاز عايز الكرنت اللي ماشي في السيركت نفس الحدوته، ده سورس وده تشارج، كرنت طالع من هنا وعكسه اللي جاي من هنا، يبقى الاي الفي بي سورس 4 ماينس اللي تشارج 2 على الار ايكويفالنت اللي هي 5 بلس انترنال 2 بلس انترنال 1، سهله جدا 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 مفيش اي مشاكل، تطلع 1 اوفر 4 امبير. نفس الكلام عايزين هنا بقى المره دي نجيب الباور ديليفرد، هو دايما في الامتحان بيبقى بيطلب طلب واحد او طلبين بالكتير يعني، الطلب اللي هو بيطلبه بيبقى على اساسه لازم تجيب حاجات تانية زي كده الباور ديليفرد، علشان اجيب الباور ديليفرد لازم الاول اجيب الكرنت. طيب الكرنت هو طبعا مسهلها عليا، مديني الكرنت في 3 امبير، لو كانش مديهوني لازم اروح اجيبه الاول، بس 3 امبير ده اللي طالع من ال 31 فولت وداخل على 3 فولت، فده واضح ان دي تشارج، واضح ان دي كمان تشارج عشان الكرنت داخل ناحيه البوزيتيف بتاع كل واحد فيهم، واضح ان دي الوحيده هي اللي سورس عشان هي اللي بتطلع الكرنت. باور ديليفرد هيتحسب منين؟ من السورس ولا من التشارج؟ من السورس بس، يبقى انا بس مجرد هطبق الرول وخلاص، يبقى الفي بي بتاعت السورس 31 في 3 بس كده. دي هتطلع 123
لا هو في هنا، لا هو المفروض 90، المفروض 90 دي المفروض تطلع 90 90 وات، ان دي دي السورس الوحيد، مفيش دول، دول هيبقوا تشارجد. عملتيها 93 ولا عملتيها كام؟ لا انا كنت عاملاها دي بتطلعها ازاي؟ ب 41، ما اعرفش ازاي 41 41 تايم 3 يعني. ليه 41؟ ما هي 31 ما انا عرفت. 31 اه، بس هي دي الوحيدة اللي هناخدها بس، يعني دي السورس الوحيد. لو هو طلب، لو انت عايزه تتاكدي نحسب الكونسيومد، طب لما تيجي تحسبي الكونسيومد احنا معانا ده كده الدليفر، الكونسيومد هيبقى عندنا الاي توتال اللي هي 3 امبير سكوير في الار ايكويفالنت اللي هي عندنا 5 بلس، اجمع عليها الانترنالات، معيش غير انترنال واحده 2 بلس الباور بتاع اللي تشارجد 3 فولت في ال 3 دي كده تشارج الاولانيه بلس التشارج الثانيه 7 في 3. فتعالى نحسب الحسبه دي، ايه المفروض يطلع؟ زي ما قلنا هات 93 بس، فده اثبات ان احنا صح. طيب السؤال اللي بعده نمبر 10 يقول لي لو الريدنج يا عم بتاع الاميتر ده والفولتميتر كان كذا وكذا، الاميتر فين؟ جنب جنب ال 20 اوم، فالكرنت اللي ماشي هنا 0.5 امبير والفولتميتر 16 فولت، ونجلكت بعد اذنك الانترنال ريزيستنس اوف ذا تو سورسز، يعني هو معترف ان هما الاثنين سورس بس هو غلطان طبعا بيوقعك، هما مش الاثنين سورس، هي الفي بي ديت هي اللي سورس لان الكرنت طالع منها، الفي بي دي هي اللي سورس، الكرنت بعد كده اتقسم هنا وهنا. فبص الكرنت داخل منين؟ داخل ناحيه البوزيتيف، يبقى دي تشارج، يبقى دي على طول تشارج. طيب هات لي بقى كونسيومد ان الكتريك سيركت، عايز الكونسيومد باور، فالكونسيومد برضه هيروح للتشارج والسورس والكلام ده. طيب الاول بس الاول، هو في دلوقتي مشكله، انا عايز اسالك سؤال، كيرشوف ولا حلتيها اوم؟ انا حلتها اللي هي بالقانون بتاع الباور شارج وكونسيوم، بس هي ما جميل مشيتش جدا. معايا. ما هو في مشكله ان الفي بي ديت انون، خدت بالك من دي؟ الفي بي اللي عندنا ديت انون اساسا. طيب فالفي بي ديت عشان نجيبها لازم كيرشوف، المساله ديت محطوطه بس ايه مش في محلها قوي، ان هي يعني قبل مسائل كيرشوف بس تتحل بكيرشوف. احنا معانا الاي اللي هنا ومعانا 16 فولت، تعال نستغل الجيفن كده، فانا ممكن اجيب الاي اللي فوق، اه ممكن اجيب 16 ديفايدد 8 عادي، 16 ديفايدد 8 ده هيدينا فوق ب 2 امبير، ده الاي اللي فوق. طيب والاي اللي هنا ب 2.25 سوري 2.5، خدت منها 2 يبقى هنا اكيد صح كده نص، يعني انا كده ايه شغال تمام، هنا نص امبير. طيب لو انا عايز احسب الباتري ديت الكونسيوم دي بتاعها سهله، هيبقى بالنسبه للكونسيوم دي الموضوع سهل، انا كنت كان قصدي على الدليفر، الدليفر مش هعرف احسبه لان الفي بي ديت انور، فمش مهم الدليفر خلاص، خلينا في الكونسيوم مفيش مشاكل. هنمسك اللي تشارج الباتري اللي هي 6 فولت في 0.5 بتاعتي بلس، هنمسك الريزيستنس اللي فوق داخل عليها اي. مستر هو انا هنا ما ينفعش اجيب ار ايكويفالنت؟ صعب. ليه صعب؟ هل تقدري تقولي لي ايه علاقه ال 20 بال 8 بال 10؟ هل دول سيريز ولا بارل؟ احنا ما تعرفي نقدرش نحدد. لا
ما نقدرش، علشان في باتري هنا بقى للاسف. يعني انا مثلا لو جيت النقطه دي سميتها ايه، والنقطه دي برضو ايه عشان سلك فاضي، ولو عديت ريزيستنس غير النمبر او غير الليتر هيبقى بي، وهنا برضو بي. حلو قوي. لو بصيت على ريزيستنس ايه طرفها الاولاني ايه ونهايتها بي، لو بصيت على ال 20 هنا ايه عند البوزيتيف، طب بص عند النيجاتيف لا هيبقى سي بقى، هيبقى رقم تاني، لان اصل ده هاي وده لو، فالبوتنشال اتغير. البوتنشال لما يتغير يعني النقطه تتغير، يعني هنا هتبقى سي وهنا بي. هل السي زي الايه؟ لا مش نفس البدايه، لكن هما نفس النهايه بس برضه ما ينفعش نقول عليهم بارلل. نفس الكلام هينطبق عند ال 10 اوم اللي تحت، فدول ولا بارلل ولا سيريز، دول ولا بارلل ولا سيريز. هتلاقيني بكرر نفس المساله دي في مسائل كيرشوف، هتلاقيها نفس المساله، بس طالب بقى ساعتها بقى الفي بي بكام، وساعتها مخبي لك ريزيستنس من الاراد دي وطالبها. بس انا هنا عشان ما اشغلكيش بكيرشوف خلاص، يعني انت للاسف طالما مش هتعرف تجيب ار ايكويفالنت يبقى تمسك ريزيستنس وتجيب الباور عليه. يعني دي هتمسكها هتبقى 2 سكوير في ال 8 اي سكوير في ار بلس الار اللي تحت اللي هي 20، الاي اللي ماشيه فيها 0.5 يبقى 0.5 سكوير في ال 20 بلس الاي اللي ماشيه في ال 10، اللي ماشيه في ال 10 هي 2.5 لو رجعتها لاصلها فهي ماشيه فيها 2.5 يبقى 2.5 سكوير في ال 10. طب في هنا انترنال؟ لا ما قاليش ان في انترنال، قال لي نجلكت. خلاص يبقى نجمع كل الكلام ده. سكوير في 8 بلس 0.5 سكوير في 20 بلس 2.5 سكوير في 10. طيب كل الكلام ده هيدينا 102.5 اللي هي تشوز دي. طبعا لو عايزين نتاكد لازم نحسب ايه الديليفرد، بس هنا علشان نحسب الديليفرد لازم نشتغلها كيرشوف. طب بالمره ادينا كده كده بنراجع وكده كده هندخل في كيرشوف، تعال نحلها، تعال نجيب الديليفرد معايا ملك. يبقى دلوقتي المفروض دي الاجابه بتاعت الكونسيوم، انا قاعد في الامتحان ومش عارف او مش متاكد، فتعالى نشتغل كيرشوف. كيرشوف الباشا ده قال لنا ايه؟ والله قال لنا اسيوم الدايركشن اوف كارنت، الراجل كان جنتل جدا، واسيوم الدايركشن اوف لوب، وابدا باي ستارت بوينت من على الحرف، وابدا لف كلوك او انتي زي ما انت عايز، بس بعد اذنك حط الصاينات الاول البوزيتيف والنيجاتيف. فالراجل مريحني ومديني مديني الكرنت اللي فوق، خلاص انا حسبته طلع ب 2 امبير، والكرنت اللي هنا هو قايل لي ان الاميتر بيقرا 0.5 امبير، دول كده معايا. نبدا نحط البوزيتيف والنيجاتيف، الكرنت هنا داخل على الريزيستنس اروح حاطط قبلها بلس والناحيه الثانيه ماينس. الكرنت هنا داخل، طبعا الباتري معروفه دي بلس ودي ماينس، الكرنت هنا داخل على 20 اوم يبقى هنا قبلها بلس والناحيه الثانيه ماينس لانه جاي من الهاي للو، وهنا الكرنت طالع من الباتري يبقى طالع من هنا البوزيتيف وهنا النيجاتيف، كده كده الطويل بوزيتيف والقصير نيجاتيف حتى لو الكرنت داخل. الكرنت ده نرجعه لورا كده، نرجعه لاصله، يبقى قبل ما يخش على ريزيستنس يبقى هنا بلس والناحيه الثانيه ماينس. تمام. طيب انا دلوقتي علشان اجيب الباور ديليفرد دي الباتري الوحيده اللي سورس، يبقى لازم نجيب الفي بي بتاعتها الاول قبل ما اطبق قانون الديليفرد. علشان نجيب الفي بي فاحنا طالما الفي بي دوت مش فولت، يبقى هنجيبه من كي في ال، من كيرشوف فولتج لو. طب كيرشوف فولتج لو ده كان قال لنا ايه؟ ان احنا نلف لوب. طب فين اللوب اللي فيها الفي بي؟ اللوب ديت، اللوب اللي تحت دي اللي انا بظللها بالازرق دي، اللي هي السيركت المقفوله دي اللي تحت. يبقى انا اشتغل على اللوب اللي تحت، يبقى انا هلف مثلا يعني كلوك وايز على اللوب اللي تحت. طب هبدا منين؟ هبدا من اي نقطه على حرف السيركت؟ ابدا مثلا من النقطه دي، مثلا النقطه دي اسميها اكس مثلا، وانا حطيت الساينات واتفقنا واحنا بنمشي بنبدا باول ساين تقابلنا نحطها. وانا ماشي من بوينت اكس الاقي بعد كده بوزيتيف 6، بوزيتيف 6 فولت، بعد كده بلس ال 20 الاي في الار، ال 20 في 0.5 او 0.5 في 20، 0.5 في 20، بعد كده اكمل لف كده، باخد اول ساين بس
هلاقي بعد كده بلس 10 اوم في ال 0 في ال 2 بوينت برانش اللي تحت ده ماشي فيه كام؟ 2.5 امبير، يبقى بلس ال 2.5 في ال 10. هلاقي بعد كده نيجاتيف الفي بي اللي احنا عايزينها، الكلام ده بعد كده ايكوال 0 لان انا رجعت لنفس البوينت اكس تاني. نروح حاطين الايكويشن دي على الكاسيو ونروح جايبين الفي بي الانون بتاعتنا. ده كل ده بعمله ليه؟ عشان تحسبي الديليفرد وتتاكدي من حله. ده المفروض هيطلع الفي بي ب 41. يمكن انت قصدك بقى ال 41 هي دي اللي انت بتتكلمي عليها، اسالي كده. احنا يمكن جبنا الفي بي، ممكن يعني انت المفروض طبقت الخطوات ديت يعني عشان تجيبي الفي بي، بس ده للتاكيد يعني انت مش لازم تعمليها، احنا اوريدي خلصنا المساله بس احنا بنتاكد. طيب جبنا الفي بي 41 وبعدين عايزين نجيب بقى الديليفرد عشان نتاكد من حلنا. ما هو الديليفرد في بي في الاي، الفي بي بتاعت السورس اللي هي ال 41 في الاي اللي هي 2.5، ففعلا انت لو ضربتي ال 41 في 2.5 فيدينا فعلا 102.5، فده فعلا اثبات ان ايه، ان الكلام ده مظبوط ومفيش رقم جبناه غلط. تمام. طيب تعالى نروح لنمبر 11 برضو، عايز الكونسيومد باور. انت دايما يعني ايه، خليك النصح، هو مش عايز الكونسيومد، طب ما انا اجيب الديليفرد وكاني جبت الكونسيومد، صح ولا غلط؟ على اساس ايه؟ على اساس ان الديليفرد اقصر شويه في الحل. الكونسيومد لازم تجيبي ار ايكويفالنت وتجيبي اي توتال وتجيبي الارات كلها، الا بقى لو هو جبرك على كده زي المساله دي، هو جابرني يعني انا دلوقتي معايا الفي بي اوكي بس مش معايا الاي توتال، علشان اجيب الديليفرد يعني هيبقى في بي في الاي، فانا عشان اجيب الاي توتال كده كده لازم اجيب الار ايكويفالنت، فمش فارقه بقى يعني، هنا هو جابرني ان انا احلها بطريقه الكونسيوم. طبعا ايه شغل بوينت ميثود، او هي سهله مش محتاجه، 12 وال6 دول بارلل والثلاثه دول بعد كده بارلل، وبعدين اللي هيطلع من الاثنين دول هيبقى سيريز مع الايت، سيريز مع بعضهم ومع الايت. فنعملها اهو واحده واحده، 12 باي 6 على 12 بلس 6 ده هيديك 4 اوم، والثلاثه دول مره واحده بارل يبقى 1 فوق زي ما قلنا، 1 اوفر 1 اوفر 30 بلس 1 اوفر 15 بلس 1 اوفر 10، دول كده بعد الشقلبه هيدونا 5، 4 بلس 5 بلس 8 هي دي الار كيرف. طب يبقى الاي توتال مفيش غير باتري واحده بس، يبقى 114 على ال 17 بلس الانترنال ب 2، فدي مساله قديمه اصلا يعتبر، بس بزود هنا الطلب هنا الجديد انه طالب الكونسيومد 6 امبير. طيب انا عندي بقى حل من الاثنين، انا ممكن اجيب الاثنين اهو كونسيومد والديليفر، الكونسيومد الاي توتال سكوير 6 في الار ايكويفالنت بلس الار انترنال، بس كده كده جبت على طول التوتال كونسيوم. طبعا هنا ما فيش تشارجد باتري، ما فيش غير باتري واحده، يبقى هي دي اكيد السورس، ما فيش غيرها، هي دي اكيد السورس، فانا مش هحسبها في الكونسيوم ده طبعا. يبقى 6 سكوير ملتبلاي 17 بلس 2 فده هيدينا 6 8 4 وات، هي دي المفروض الاجابه. طب انا عايز اتاكد ان انا صح، تعالى نحسب الديليفرد. ما هو الديليفرد يعني ايه؟ يعني تاخد ال 114 اللي هي الفي بي في الاي اللي هي 6. ففعلا انت لو ضربت 114 في 6 هيديك نفس الاجابه 684. طبعا احساس بيكون حلو قوي لما تتاكد من اجابتك يعني، ولا ايه؟ اكيد طبعا. اه بيبقى خلاص انا كده حط بقى رجل على رجل كده، خلاص انا واثق من نفسي، محدش راجع معايا. هو كل شابتر كده، كل شابتر هنتعلم مع بعض كده ليه كده حته تخليك تتاكد عشان ترتاح، فعشان كده انا بقول لك الماده دي سهله تتقفل يعني. طيب هنا بيقول لك يا سيدي هات الفولتميتر ريدنج، فين اهو الفي ده ماسك ايه؟ ماسك باتري وانترنال،
يعني ده في تي. طيب الباتري دي بقى ايه ظروفها، سورس ولا تشارج؟ دي 3 فولت ودي 7 فولت. طب هما بيطلعوا عكس بعض؟ اه بيطلعوا عكس بعض، دي بتطلع كده بتطلع كده، يبقى دي على طول اتشارج عشان دي الصغيره. يبقى الفي تي هو الفي بي اللي هي 3 بلس اي ار، اي في الار انترنال 0.3، يبقى ايه اللي ناقص في القانون؟ الاي. طب انا عشان اجيب الاي يلا نطبق نفس الليله، ال 7 اللي هي السورس ماينس التشارج 3 على الار ايكويفالنت 3 بلس انترنال 0.7 بلس 0.3. طبعا مسألة قديمة خلاص وحرقنا فكرتها كتير، دي هتطلع ب 1 امبير. جبنا الاي نجيب الفي، الفي تي هيبقى 3 بلس 1 في 0.3، يبقى الفي تي دي هتطلع 3.3. فولت بس. نمبر 13 نفس الحدوته، بيقول لي a circuit consists of a battery A ال EMF او ال VBA ب 60 فولت. ال VBA اهي ماشي، ما انا شايفها عم ب 60 and the internal ب 3 اوم ماشي and a battery of EMF VBB ال VB دي بكام؟ ب 12 فولت والانترنال 1 اوم. حاضر. وفور ريزيستور كونكتد از شون. حاضر. عايز الكرنت في 2 اوم. الكرنت، طب الكرنت طالع منين؟ من ال 60 ولا 12؟ طبعا الاثنين بيطلعوا عكس بعض، يبقى انا هطلع من الكبير، يبقى يتقسم هنا وهنا وهنا. مساله فكرتها بتتعاد تاني بس بيغير الشكل، هو ده اللي بيحصل والله في اخر الامتحان في اخر السنه، يجيب لك مساله بس شكلها غريب شويه بس هي نفس الفكره. اتفقنا نذاكر افكار ما نذاكرش مسائل. طيب دلوقتي الاي اللي طالعه ديت لازم نجيبها الاول، يبقى الاي توتال نفس الكلام السورس ماينس التشارج يبقى 60 ماينس 12 على الار ايكويفالنت الثلاثه دول بارلل بلس ال 3 اللي هناك سيريز، فده على طول هيدينا 1 اوفر 4. انا بحب اكتبها على طول يعني ايه على سطر مره واحده كده اهو، 1 فوق كده وبعدين 1 اوفر 4 بلس 1 اوفر 4 بلس 1 اوفر 2، ودول كلهم سيريز مع ال 3 بلس انترنال لو في في انترنال 1 وفي انترنال 3. بص كل ده اعمله مره واحده على الكاشيو بدل ما تمشيها تاتا تاتا، يبقى خلصت مره واحده. فده كله هيدينا الاي ب 6 امبير بس كده. ده سوري ب 6 امبير، ده الاي توتال، الاي توتال ب 6 امبير. هو عايز بقى الاي اللي ماشيه في التوتال، بس 6 امبير دي هتيجي تتقسم على الثلاثه. طب احنا لما نيجي نقسم الاي على ثلاثه، فكنا بنجيب الفي ونرجع بيه، يعني لازم نجيب الفي بتاعتهم هم الثلاثه. طب الفي بتاعتهم هم الثلاثه نجيبها ازاي؟ الاي اللي داخل عليهم اللي هي 6 في الار بتاعتهم هم الثلاثه اللي هي 1 اوفر 1 اوفر 4 بلس 1 اوفر 4 بلس 1 اوفر 2، دي الار ايكويفالنت بتاعتهم هم الثلاثه. فدي هتدينا four plus one over four plus one over two ده يدينا 6 فولت. جبنا ال V نرجع نقسمه بقى على اي ريزيستنس احنا عايزينها. انت عايز ال I بتاعت ال 2 اوم، يبقى ال V ب 6 فولت، ال 2 تبقى 3 امبير، يبقى هنا الإجابة 3 أمبير. أعتقد مفيش صعوبة في المسائل صح؟ طيب بعد كده عايز الباور ديسيبيتد ان 3 اوم، باور بتاع ريزيستنس معانا ده بنسميه كونسيوم، ده على طول يعني هو البار كونسيوم. وكمان عايز الترمال فولت اكورد اكروس فولت الباتري بي. تعالى واحدة واحدة، تعالى نجيب الأول الباور بتاع ال 3 اوم. فين ال 3 اوم؟ أهي ال 3 اوم ديت، ده اللي ماشي فيها ده 6 أمبير اتقسم زي ما اتفقنا، وبعدين رجع تاني اتجمع ب 6 أمبير تاني، راح داخل عمل تشارجد
للباتري 12، بعدين رجع تاني راح لل 3، يبقى ال 3 دي داخل عليها كارنت ب 3 امبير. يبقى انت لو 6 امبير سوري، تجيب الباور بتاع ال 3 هتبقى 6 سكوير ملتبلاي 3، ده كده الباور اللي هو عايزه اي سكوير في ار يعني. فده يدينا 108 وات. طب انت عايز كمان الفي تي بتاعت الباتري بي، الباتري بي اهي لو انا رسمت فولتميتر كده عليها، طبعا دي تشارجد، يبقى الفي تي في بي بلس اي ار، الفي بي ب 12 بلس الاي اللي داخله عليها ب 6 في الانترنال 1 اوم، يبقى 12 بلس 6 هيدينا 18 بس كده، يبقى 108 وات و 18 فولت يعني تشوز بي. في اي مشكله يا ملك؟ الدنيا تمام؟ اه تمام. يا مستر خش بدلنا الامتحان بقى، صح؟ امتحان ايه؟ فاينل بقى. اه ايوه يا ريت والله. مستر احنا بنحل لوحدنا الهوم ورك، بنحس بمأساة. اه والله. انه والله هو انا مش ده نفس اللي احنا قلناه في الحصه، ولا انا قلت حاجه غريبه في الحصه، ولا ما مش عارف، انا لما باجي احل لوحدي في حاجه بتحصل، انا ما اعرفش، في هوم ورك عادي برضو بقف كده. يعني كان في مسائل كتير كنت واقفه فيها المسائل اللي فاتت؟ لا مش كتير يعني، بس كويسين. لا ما كانوش كتير، بس هي اللي جايه دي وقفت معايا يعني، ما عرفتش اكمل فيها. ماشي. مثلا زي ما قلت لكم يعني، انت ممكن تخلصي صفحه صفحه وتبعتي لي وابعت لك المودل انسر بتاعها، يعني تشيكي على نفسك اول باول. تمام مش ماشي. لازم مش لازم تستني لما تخلصي الهوم ورك كله، لان ممكن تكوني شغال غلط وانت مش عارفه. انا بس هي عشان دي مش عايزة الفكره. اقرف حضرتك كل شوية، ابعت كل شوية ابعت كل شوية يعني. والله عادي. لا لا ابعتي، وانا كده كده انا هرد بالليل خالص لو انا مشغول، فانا ممكن ابعت على 2 3 الفجر كده تمام الانسر كده يعني. ماشي. او ممكن ابعته كله PDF كله وانت قسميه، يعني انت ممكن تقسميها مع نفسك، يبقى في امانه يعني بيني وبين نفسي كده، ان انا هاخد النهارده الصفحه دي خلاص هحلها وبعدين ابص عليها. بس انا علشان انا بخاف الصراحه يكون ما عندكش امانه. انا اللي حقك يا مستر. انا في ناس دخلت هنا معانا، علي دخل وحنين، يا منورين يا جماعه. معلش يا مستر، ما نمت الساعة 1 وحضرتك بعتها 2، صحيت دخلت بقى. يا باشا نورتنا، الله بيك يا مستر. الزوم نور كده، انا حسيت كده بوميض كده غير لا عادي. لا، منورة بحضرتك. يا نهار ابيض، ربنا يخليك. ازيك يا حنين؟ تمام الحمد لله يا مستر، بس انا هنا اصلا من 12 وربع يعني، بس لفداك. ياه، طب ليه ما سلمتيش علينا ولا ايه؟ ما لقيت حضرتك مندمج في الشرح بقى، قلت ما اعطلكش. والله اخلاق في الوضع. ماشي. نمبر 14، احنا في 14 في السيركت المعفنه دي، بيقول لك الفي بي 1 ب 10 فولت، ماشي، والفي بي 2 ب 14 فولت، والانترنال 0.5 و 3، ماشي. هو يعني بيحب انت تحط انت الارقام، مش مشكله. الانترنال دي كبيره جدا يعني 15 اوم، دي كبيره قوي. طيب هات بقى، ده سؤال على فكره من امتحاني، هات بقى البوتنشال اكروس ايتش of two electric cells، يعني هات الفولت اللي هنا نسميه V1 والفولت اللي هنا V2، برضو مين السورس ومين التشارج. هنا الكرنت طالع في الاتجاه ده من 10 فولت، وطالع برضو من ال 14 فولت في نفس الاتجاه، يبقى الاثنين دول سورس على طول، مفيش هنا تشارج. انا عشان اجيب البوتنشال لازم اجيب اي توتال الاول، يبقى ده بلس ده، يبقى 10 بلس 14 على الار ايكويفالنت، الاثنين دول بارلل، وبعدين سيريز مع ال5، 10 ديفايدد 2 5
واللي هيطلع يبقى بلس 5 دي هتبقى 10 بلس الانترنال بقى اللي هو مديهاني 0.5 بلس 15. انا مش مقتنع بال 15 دي قوي بس ماشي. 10 بلس 14 على 10 بلس 0.5 بلس 15 ده المفروض هيطلع معانا الاي ب 0.94 امبير. تن 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 ماشي. ده الاي. بعد كده نجيب الفي بقى. الفي 1 ده في تي ماسك الباتري السورس اللي فوق دي. ففي بي ماينس في بي اللي هي ال 10 ماينس الاي اللي هي 0.94 في الار 1 0.5. دي المفروض عشان بس في غلطة هنا في اللي تشوز 9.53 فولت. دي الفي 1. والفي 2 نفس القانون بس برضه هنعمل ماينس لان دي سورس زيها 14 ماينس 0.94 في ال 15 0.94 في ال 15 دي هتدينا 0.1. في هنا غلطه في اللي تشوز بس يا جماعه. هي بس في غلطه هنا عشان انا مش مقتنع بال 15 دي. دي خليها خلوها كده عندكم 1.5. دي خلوها 1.5. ال 15 دي غلط خالص. دي برضو هتبقى 1.5 وغيروها بقى. بس لو غيرتوا ال دي المفروض كمان لا تطلع 1.5 تك تك ماشي. يعني دي المفروض هتبقى اللي تشوز لو انت غيرت الانسر ده. يعني دي مش غلطتك يعني انت لو واقف في المساله دي مفيش مشكله مش العيب فيك يعني. دي هتطلع المفروض تشوز بي لو غيرنا بس اللي انا بقول عليه ده 9.53 دي. دي هتبقى ابروكسيميشن 10 ودي هتبقى 14 يعني دي لما هتبقى 1.5 بس. يعني مفيش حاجة اسمها internal أكتر بكتير كده من 1 يعني. فدي غلطة بس موضوعية يعني غلطة من عندنا مش من عندك. دي المفروض 1.5 ماشي. نكمل number 15 عادية برضو. عايز reading of each V1 V2 V3 V4. ال V1 ماسكة الباتري ديت 24 وال V2 ماسكة 12 وال V3 ماسكاهم هما الاثنين. فبرضو واضح ان في واحدة سورس والتانية شارج ان دي بتطلع عكس دي. اوكي طيب تعالى بقى نجيب اي توتال زي ما اتعود. يبقى الاي توتال هتبقى الفي بي ب 24 السورس يعني ماينس التشارج اللي هي 12 على الار ايكويفالنت 9 مفيش غيرها بلس انترنال 2 بلس 1. دي ما فيهاش مشكله دي سهله هتطلع ب 1 امبير. دي الاي توتال. الفي 1 دي ماسكه الباتري السورس هتبقى 24 ماينس الاي اللي هي 1 في الانترنال 2 هتطلع ب 22. والفي 2 اللي هي ماسكه التشارج اللي هناك هتبقى 12 بس بلس الاي ب 1 والانترنال 1 يعني 12 بلس 1 يعني 13 فولت. فهنا الاجابه هتبقى سي ال 22 وال 13. طيب بعد كده المفروض عايز منك في 3 وفي 4. في 3 هي اللي ماسكه الاثنين دول. الفي 1 انا جبتها ب 22 والفي 2 جبناها ب 13. لاحظ بقى معايا هل ال 22 وال 13 دول هنعملهم بلس ولا هنعملهم ماينس؟ يعني الفي 3 دي ماسكه من هنا لحد هنا. طب ما هو على حسب يا مستر. ما هو اصل دي سورس ودي تشارج يعني هما الاثنين عكس بعض يبقى نعملهم ماينس. يعني ال في 3 دي هي يعتبر البوتنشال ديفرنس بتوين النقطه دي والنقطه دي بس. فده هيبقى ماينس ده مش بلس ده. امال امتى يبقوا بلس؟ لو هما الاثنين سورس. لو التو باتريز دول هما الاثنين سورس مش واحده سورس والثانيه تشارج. فالفي 3 هيبقى 22 ماينس 13 فده هيديك ال 9 فولت. طب والفي 4 لو تلاحظ كده بالعقل
لو انت لمح شويه لا قدر الله كده هتلاقي ان النقطه دي هي النقطه دي، وهتلاقي ان النقطه دي برضو هي النقطه دي. يعني الفي 3 بدايه ونهايه مع الفي 4، يعني من حقك تقول ان الفي 3 قد مين؟ قد الفي 4 على طول. ده لو انت لمحتها على طول هتقول ان الفي 4 برضو ب 9. طب لو انا ما لمحتهاش وعلى الله، فانا معايا دلوقتي الاي اصلا ب 1 امبير كده كده، لان انا حسبتها في الاول. ال 1 امبير دي هتضربها في ال 9، شوف السهوله، بس كده تجيب الفي 4. ما الفي 4 ماسكه ال 9، يبقى 9 باي 1 يا عم، ما تزعلش، تبقى برضو 9 لو انت يعني ما لمحتهاش بس، فهتبقى تشوز سي عشان كده. طيب في نفس المساله هو طالب الباور كونسيومد، خلاص بقى الباور كونسيومد وملتزم بالاي بالباتري تشارج والريزستانات. الباور كونسيومد ممكن نعمل طبعا الاي اللي طالعه هنا 1 امبير، يبقى 1 سكوير في الار ايكويفالنت اللي هي 9 بلس الانترنال 2 بلس 1 بلس اللي تشارج اللي هي الباتري 12، الفي بي في الاي 1 بس كده. كده انت تجميعه الكونسيومد كلها مره واحده هي هتطلع ب 24 واط. في حد عنده مشكلة؟ حد عنده سؤال؟ لا تمام. هو لا تمام، بس انا عندي مثلا سؤال يعني مش ملوش علاقة بالسؤال نفسه، بس ويا هو باشا انا ببقى ماشية في الميديم ده كل يعني مع حضرتك من ساعة ما دخلت وكل حاجة، الميديم ده الحمد لله كله حلو صح. اجي بقى عند الهارد ما شاء عطلة، الله، فمش اللي عارفة هي دي زي مشكلة المسألة فيا دي ولا يعني. الصفحة دي سايبة 3 مسائل اساسا. طب انت لما حلينا دلوقتي المسألة دي، هي نفس فكرة الأفكار اللي فاتت كلها على فكرة، مفيش. لا يعني عارفاها وحلتها الحمد لله. أنت عايزة تعرفي يعني حل المشكلة دي إيه؟ اللي أنا بخاف، أنا طيب ايش؟ بخاف بس. أيوه والله، مجرد إن هي اتكتبت كلمة هارد فانت بتكبر السؤال اكبر من حجمه، اللي هو انت ايه، لا واكيد مش كده. انت عارف يعني انا ليه كاتب هارد طبعا السؤال ده؟ يعني ممكن تساليني السؤال بالطريقه دي، ليه نكتب يا مستر هارد في السؤال ده؟ علشان الفي 3. هو الفكره كلها في ريكوارد في 3، ان للاسف ممكن ناس تاخده ان في 1 بلس في 2، وانت ممكن تفتكر كده صح؟ مش هي جت في بالك كده بذمتك يعني صح؟ جت في بال بعض الناس كده، مش هنظلم كل الناس، هنقول بعض الناس. فايه دي الغلطه اللي انت تغلطها؟ امتى يبقوا بلس؟ والله لو انا عندي تو سورسز، الاثنين دول بيطلعوا سيم دايركشن، وده اللي قلنا عليه، لو هما كانوا سورس يبقوا الاثنين بيطلعوا في نفس الاتجاه، يبقى ناخد الفي بي بلس وناخد التيرمينالز كمان بتاعتهم بلس، اللي هي الفي تي والفي تي. لكن لو واحده وواحده يبقى ناخد السورس ماينس التشارج، يعني في تي السورس ماينس الفي تي اللي تشارج بس. هي بس دي الفكره في السؤال ده، لكن تقدر تحل بقيه الطلبات عادي. يعني انا لما بحط طلب كده محتاج سن التفكير، فبروح مسميه هارد، يعني على اساس مش السؤال كله هارد، فيه بس حته كده. طيب ماشي، نروح ل 16. توتال كارنت اللي ماشي في السيركت عادي، نبدأ منين؟ نبدأ منين يا علي؟ كارنت يطلع منين يا علي؟ يطلع من ال 8 ولا يطلع من ال 3 ولا يطلع من ال 1 ولا من ال 7؟ اكيد من اكيد، برافو عليك، يبقى دي كده سورس، واللي طالع زي ناخده بلس. نجهز بقى الاي بتاعتنا، يبقى هنا ايه؟ الكرنت هيطلع هيخش على ال 7، بس ال 7 بتطلع عكس، يبقى ماينس. شاطر. اكمل بال 8 ولا اكمل بال 7؟ اكمل بال 8 طبعا، كبير. هلاقي ال 1 برضو طالع زي، يبقى بلس. هلاقي ال 3 بيطلع زي، يبقى بلس. بس كده، ودي انا قلت لكم واحده شبه كده في الحصه يعني. على الار ايكويفالنت 3 اوم بلس ال 5 عشان سيريز بلس الانترنالز 1
بلس الانترنال دي كمان 1 بلس الانترنال دي 0 0 خلاص مش هنكتب تاني كده نقدر نحسب الاي عادي بسهوله تطلع ب 0.5. طب معنى المساله دي ايه؟ معناها ان انت عندك ال 7 تشارج وال 1 فولت سورس كان بتطلع زيه وال 3 كمان سورس، يبقى انت عندك 3 سورس بيشحنوا ال 7 اللي تشارج. هو ده معنى السؤال، عندك 3 سورس بيشحنوا ال 7 بس اللي تشارج. ماشي، عايز منك التيرمينال فولت اكروس 8، ما هي ال 8 دي ايه؟ سورس، يبقى ال في تي في بي ماينس ال في بي 8 ماينس الاي اللي احنا جبناها 0.5 في الانترنال 1، كلهم نفس الفكره، يبقى ده المفروض هيطلع 7.5 فولت. وعايز كمان الريدنج بتاع الفولتميتر، الفولتميتر اللي هو مرسوم قدامك ده، ده ماسك ايه؟ ماسك ال 7 وماسك الريزيستنس 3 اهو من البدايه والنهايه وماسك الانترنال 1. طب ال 7 دي تشارج يعني ده في تي، يعتبر في تي، يبقى 7 بلس ولا ماينس؟ لا بلس عشان دي تشارج، بلس اي ار، الاي برضه 0.5 ونفتح براكت، انا عندي ارتين 3 بلس 1 بس نجمع الارتين فهتطلع ب 9 فولت. يبقى هنا اللي تشوز بتاعنا 0.5 امبير اللي هي نمبر دي، وهنا هيبقى 7.5 و9 اللي هي تشوز بي. تمام، السؤال بعد كده نمبر 17. From the opposite figure الكرنت اللي ماشي في 12 فولت ايكوال كام؟ الكرنت اللي ماشي ثرو 12 فولت، يعني بيقصد الكرنت اللي معدي على باتري 12. الكرنت اللي هيعدي على باتري 12 او اللي هيطلع من باتري 12، احنا مش عارفين هو هيطلع ولا يدخل بالعقل. ال 12 اكبر من ال 6 وال 12 بتطلع عكس ال 6، يبقى دي اكيد السورس ودي اكيد اللي تشارج. بس يبقى احنا عرفنا ان الكرنت ده هيطلع من ال 12، يبقى هو بيتكلم على الاي توتال يعني. وبرده مش هنكنسل الكرنت اللي طالع من ال 6، هنعتمد الكرنت اللي خارج من ال 12 بس عشان هي الكبيره، يبقى الاي هتبقى 12 ماينس 6 على الار ايكويفلنت. طبعا انت الشكل ممكن يضايقك، فانت ممكن تحط بوينت ميثود، مفيش مشاكل. حط بوينت ميثود من عند السورس باتري، عايز ترقم من اول هنا 1، عدينا ريزيستنس يبقى هنا 2، يبقى هنا كمان 2، يبقى هنا كمان 2. لاحظ حاجه؟ عادي التو عماله تتكرر مفيش مشاكل. اوعى تكنسل ريزيستنس ال 18 وال 9 دول مش هيتكنسلوا، يعني السلكه الفاضيه دي هي مش جامبر ولا حاجه، لان انت لو بصيت على ال 18 هتلاقي بدايتها مش زي نهايتها، بدايتها 1 ونهايتها 2، وال 9 بدايتها 1 ونهايتها 2، فالبدايه مش زي النهايه، يبقى ما تكنسلش حاجه عشان بس الشكل ده بيخدع شويه. اوعى تكنسل حاجه. طب هنا 2، طبعا انت لما بتعدي عن الباتري الرقم بيتغير، هو المفروض رقم بيتغير احنا بنعتبره زي ما هو مش فرق، بس الصح بتاعها هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، فالكرنت الرقم هنا المفروض يتغير، اعتبره 3 يا عم اي حاجه، عايز تخليه 2 اوكي خليه 2 مش فارقه، مش فارقه معايا 2 يبقى هنا 3 يبقى هنا 4 يبقى هناك 5 بس كده. كده رقمنا النقط بتاعتنا 1 2 3 5 3 4 5، ما بين 1 و 2 18 و 9 فطبعا دول بارل، وما بين 2 3 في 4، وما بين 3 4 7، وما بين 4 5 5، وما بين 3 5 24، 3 5 24 كده كله بتاخد. سهلة جدا، الاثنين دول سيريز وبعدين بار مع 24، الاثنين دول بارل وبعدين الباقي كله سيريز، يبقى الار ايكويفلنت هتبقى 18 باي 9 على 18 بلس 9، ده هيبقى 6 اوم، دول هيدونا 12 وال 12 مع 24 ال 12 بلس 24 ده هيدينا 8، بعد كده ال 8 بلس ال 4 بلس ال 6 8 بلس 4 بلس 6 هي دي الار ايكويفلنت، دي هتدينا 18، هي دي اللي هنحطها هنا بلس الانترنال لو فيه، مفيش انترنال يبقى كده خلاص، يبقى مفيش انترنال.
يبقى دي الاي اللي هو يقصدها 12 ماينس 6 على 18 هتطلع 1 اوفر 3 امبير اللي هي تشوز بي. وهنا انا ما كان كنتش المفروض ان اجيب الانترنال عشان احطه صح؟ لا هو ما جابش سيرتي فخلاص مش هنحط، ما هو المفروض القانون تحت فيه equivalent بلس internal صح؟ ما جابش سيرتي عادي، ما جابش سيرته ما حطوش في السؤال اصلا. بس خلاص هيبقى بزيد. كنتش معانا في المسألة اللي فاتت؟ احنا كنا عادي كان اللي يجيب سيرته احطه، ما جابش سيرته خلاص مش فارقه. تمام. يعني انا مش هحط انا رقم من عندي للانترنال، لا انا كده غير المسألة غير الارقام. هو ما جابش سيرته بالسلامه مش مشكله، ما جابش سيرته انا كمان ما جابش سيرته عادي. طيب نروح لاخر مساله في الموضوع ده، في 2 اوفر في 1 عايزين ريشيو الفي 2 على الفي 1. طيب ما سهل، الفي 2 ماسكه ايه؟ الفي 2 ماسكه الباتري والفي 1 ماسكه الباتري. طيب الفي 2 ماسكه الفي بي 2، الفي بي 2 بتساوي في بي والفي 1 ماسكه في بي 1، الفي بي 1 بتساوي 2 في بي، فده واضح ان الفي بي 1 اكبر من الفي بي 2. ما هو اصل دي 2 في بي وثانيه في بي، يعني ودي بتطلع كارنت كده ودي بتطلع كارنت كده من البوزيتيف، يعني ده معناه ان الاثنين عكس بعض، يعني ده معناه ان دي السورس ودي اللي تشارج. طالما هما الاثنين عكس بعض يبقى في سورس وتشارج، الاثنين مع بعض يبقى هما الاثنين سورس. يبقى انا هكنسل الكارنت اللي من هناك من الصغير، هعتمد بقى الكارنت بتاع الكبير. ماشي، ومديك انترنال نص ار وانترنال اللي هناك برضه نص ار وار ار ار، فمش مديك اي ارقام عادي ولا يهمك ولا يفرق معاك. يلا نعمل الريشيو على طول. بس قبل ما تعمل ريشيو تعالى نشتغلها زي ما كنا بنبدا كده، نبدا نجيب الاي الاول. الاي بتساوي الكبير ماينس الصغير، يبقى 2 في بي ماينس الفي بي الصغيره على الار ايكويفالنت اللي هم الاثنين دول، الاثنين دول ايه؟ سيريز، يعني 2R R بلس R 2R بلس النص R بلس نص R بلس نص R بلس نص R. وتعالى كأننا بنجيب رقم، كأننا، فالكلام ده هيديك كام؟ لو احنا جينا عوضناها كأرقام، لو انت عايز تقلبها أرقام سهلة، انت ممكن تلت ال VB بأي رقم يعجبك، ممكن تخلي ال VB ب 1 فولت مفيش مشاكل، ممكن تخلي كمان الريزيستنس ب 1 اوم عادي، عايز تخلي الفي بي برقم تاني غير 1 زي ما انت عايز. ليه يا مستر عملت كده؟ لان هما اصلا فانكشن من بعض، يعني هما ارقام من بعض، هي دبل الفي بي ودي هي الفي بي نفسها، يعني هما في علاقه ما بينهم. ولما الاقي ار 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 قلنا نخلي الار بقى اي رقم، يعني احنا ممكن نخلي الاي دي على طول، نشيل الفي بي نحط 1، نشيل في بي هنا نحط 1، ونشيل الار دي نحط 1 1 1، فده هتبقى ارقام بقى 2 ماينس 1 فوق وتحت 2 بلس نص بلس نص عشان الار ديت بس ما تضايقكش، فده هيديك 1 اوفر 3 امبير. طب تعالى بقى نجيبها بقى كاننا جبنا الاي كده رقم، تعالى نجيب بقى في 1 على في 2 او في 2 على في 1 زي ما هو عايز. الفي 2 دي ماسكه الباتري اللي هناك اللي هي قلنا عليها تشارج، وده التيرمينال بتاعها، يبقى في بي بلس اي ار، الفي بي زي ما قلنا ب 1 بلس الاي اللي احنا جبناها 1 اوفر 3 في الانترنال 1 اوفر 2. احنا خلاص شلنا الار ب 1 دي كده الفي 2. طب وتحت الفي 1 سهله جدا، الفي 1 برضو هي 2 في بي يعني 2 ماينس عشان دي سورس ماينس الاي 1 اوفر 3 في الهاف اللي هي الانترنال. فاوعى تتخض عادي خالص، حولتها ارقام وعملت ريشيو، فالريشيو دي بعد ما تحسبها تطلع 7 على 11. بس صعبه؟ في اي سؤال فيها؟ لا لا تمام كله تمام. مستر تمام. اوكي
نروح لكي سي ال. انا شكلي مش هكمل معاكو الفيديو، بس اشتغل انا هقعد معاكو لحد الساعة 2 كده، تمام؟ ربنا يسهل. ماشي، يقول لك which of the following statement is true for the junction in the network shown in the figure. الايات دي مين فيهم الصح؟ تعال نشوف النقطة ديت مين اللي داخل ومين اللي خارج. طب ما دايما مش عارف، ما عندكش وقت، ممكن ندخل على الهارد على طول. يعني اصل انا خايف لا يكون في مسائل واقفة مع ناس وكده، مش عارف. خش على اللي انتوا عايزينه على طول. طب يا مستر، قول يا مستر. انا معلش اطلع عشان عندي درس. ماشي اتفضل. ماشي، شكرا. انت عايزه حنين المسائل اللي واقفه معاكي على طول يعني؟ هو كده كده اصلا يعني اول صفحتين دول ما عنديش فيهم سؤال، يعني اول نمبر 8 كده اللي هم الهارد. فلو حضرتك حابب اوكي تكمل انا معاك يعني في كل الاحوال. طب خلاص خلاص ماشي، قولوا لي. طيب ان انتوا عايزينه بسرعه عشان فعلا انا ما عنديش وقت، المفروض انزل فعلا. فين؟ من اول صفحه كام؟ بيج كام؟ بيج 104. وانت يا ملك نفس الكلام ولا في حاجه قبل كده؟ لا انا بعديه. طيب اوكي، من اول بيج 104 نمبر كام؟ نمبر 8 يا مستر. ماشي، اللي تحت دي. ماشي. طيب احنا عايزين هنا الاي بكام؟ الاي اللي هي اللي بره دي. الاي دخلت اتقسمت هنا وهنا وهنا، وبعدين اللي جه هنا يعني تعالى نقسمها مثلا هنا اي 1 هنا اي 2 هنا اي 3. الاي 2 اتجمعت مع الاي 1، بص الاي 1 ماشيه هناك بعد دخلت في ال 20 واتجمعت مع الاي 2 هنا. الاي 1 والاي 2 خرجوا مع بعض بعد كده 3 امبير، اللي هي سميها مثلا اي 4. ال 3 امبير هتتجمع مع الاي 3 تخرج لك. انا كده عملت ايه؟ رسمت سيناريو للي حصل يعني. طيب بعد ما رسمنا ممكن نعمل كي سي ال بقى في اي جانكشن او اي نقطه او اي نود تعجبك، اي بوينت. بس احنا اخترنا النقط ما تبقاش على الاحرف، على الاحرف تبقى النقط في النص، بوينتس بتاعتنا في النص. يعني تبقى النقطه دي ماشي، تبقى النقطه دي ماشي، تبقى النقطه دي اوكي برضو مش مشاكل، لان احنا عايزين نجيب الاي دي. يعني انت عشان تجيب الاي دي لو عملت كي سي ال هنا، لو سميت النقطه دي اكس، سميت النقطه دي واي، سميت النقطه دي زد، لو جيت عملت كي سي ال اد زد، اللي داخل على زد اي 3 واللي داخل عليها كمان 3 امبير واللي خارج منها اي، يبقى انا دلوقتي عشان اجيب الاي لازم اجيب اي 3. كده احنا عرفنا احنا بنفكر في ايه، لازم اجيب اي 3. طب والاي 3 خارجه من انهي نقطه؟ خارجه من النقطه اكس. يبقى تعالى نعمل كي سي ال على اكس، كي سي ال ات اكس، اللي داخل على اكس هي الاي دي اللي انت عايزها برضو، واللي خارج منها الثلاثة دول I1 plus I2 plus I3، الثلاثة دول خارجين. فأنت الحمد لله مش عارف أي حاجة، بس أنت ممكن تعمل حركة ذكية جدا تخلص من أي ريزيستنس بارلل أو سيريز. يعني مش شايف ال 20 وال 10 دول، إيه رأيك فيهم؟ دول بارلل ولا سيريز؟ بارلل. النقطة دي نفس اللي ستارت مع الكافادو، وهما الاثنين نفس الاند. طب لما اعملهم بارل يعني يا مستر هيبقى عندي ريزيستنس واحدة بس، بدل ما هما اثنين ومزولني كده ومخليني الايات كتير، ما نخلص منهم. لو في بارل نخلص، لو في سيريز نخلص. دول هيطلعوا كام؟ 20 باي 10 على 20 بلس 10. دول هيدونا 20 على 3 اللي هي المفروض 6.67. فتعالى نرسم كده رسمه جديده. كده بقى عندي مكانهم ريزيستنس واحده اللي هي 6.67، وبقى عندي هنا ريزيستنس 5 اوم اللي هي زي ما هي، وهنا الكرنت اللي ماشي ب 3. بص كده بقت اسهل شويه، اللي داخل من هنا اي واللي خارج هنا اي اللي هو عايزه، وهنا ماشي كام؟ 3 امبير. الاي دي عند النقطه دي اتقسمت شويه هنا وشويه هنا،
طب مش اللي ماشي هنا هو برضه 3 صح ولا غلط؟ مش هي نفس تكملة ال 3 دي؟ اه. طب واللي ماشي هنا اي 1 مثلا اللي هو اللي اتقسم هنا، واللي جاي من فوق اي، وتجمع في الاخر عند النقطة دي، اللي داخل هنا هيبقى اي ايكوال 3 بلس اي 1، ونفس الكلام هناك يبقى الاي 1 بلس 3 ايكوال اي، هي هي. طب انت جيت عملت يعني عند النقطه اللي هناك. طيب نجيب بقى الاي ازاي؟ شايفين احنا بسطنا السيركت ازاي؟ انتوا معايا يا جماعه ولا مع الاسف ولا ايه؟ ايوه طبعا سهل كده. انا نفسي حد يقول كلمه بس، الموضوع كده بقى سهل. ايه رايك مش ال 6.67 دي وال 5 مش دول بارلل؟ تخيل أيوة. هتتجاب بالكرنت ديفايدر مش هتتجاب كي سي ال، الاثنين دول بارلل، يعني ده معناه ان الاي ان الفي قد الفي. احنا لو سوينا الاثنين دول ببعض كده نفس الفولت، مش الفي ده هو فولت واحد عليهم؟ اه مساله رخمه شويه. ايوه هو فولت واحد. طب ما خلاص يا عم، يبقى الفولت بتاع 6.67 هو نفس الفولت بتاع ال 5. طب مش اللي ماشي في الفولت، الفولت ايكوال اي في ار، يبقى هنا 3 في 6.67 ايكوال الاي اللي ماشي فوق اي 1 في ال 5. تقدر تجيب اي 1 ولا لا؟ نجيب ام اي 1 وبعدين نجيب الاي. اشتغلت بأومز لو في الاخر 3 باي 6.67 اوفر 5، نجيب الاي تطلع ب 4، اعتبرها 4 امبير، هي 4.00 كده. طب خلاص مش ده اللي احنا بندور عليه؟ جبت الاي 1 اخيرا ب 4، يبقى بالكي سي ال نقدر نجيب الاي، يبقى 3 بلس 4 تديك 7. حلوه صح؟ هي رخمة شوية يعني بس تمام. بصي فكرتها ايه؟ انا فكرت زيك في الاول كده، انت عملت نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا وخدت الكي سي ال، انا خدت الكي سي ال عند اكس طلعت لي الايكوجن دي. انا اهم حاجة نتعلم ازاي نفكر. طلعت لي الايكوجن، الايكوجن دي بسم الله ما شاء الله فيها ثلاثة انون، فانت الموضوع اتعقد معاك خالص لو انت جيت عملت كي سي ال هنا، انت مش معاك اي اي. طب ولو جيت عملت كي سي ال عند زد اللي هي عشان تجيب الاي بتاعتك، لقيت ان انت ناقص لك الاي 3 ديت اللي هي الاي اللي ماشيه في الفايف اللي احنا سميناها اي 1 بعد كده، يعني دي اعتبرها اي 3 طبعا عشان ما تلخبطش، في اي 3 اللي هي دي اي 3. انا بس بدل اي 1 هسميها اي 3 عشان بس تبقى نفس الرابطه. تمام، الاي 3 ديت اللي احنا ايه عايزينها بقى دلوقتي، ده التفكير. فانا لما عملت كيس ال عند زد الموضوع فتح شويه، ان انا اي 3 بلس 3 اداني اي، فانا ناقص الاي 3. طب الاي 3 دي ماشيه فين؟ ماشيه في الفايل، فاضطريت ابسط السيركت شويه، هو مديني شويه ارات بارلل على سيريز، فرحت واخد البارل مع بعضه ال 10 وال 20 خدتهم بارلل، فطلعت لي ايه 6.67 ورسمت من جديد. او لو عايزه تعمليها بوينت ميثود اعمليها بالبوينت ميثود وارسميها مفيش مشاكل، هتلاقي ان ال 6.67 ماشي فيها 3 امبير، وهتلاقيها هي هي سيم ستارت وسيم اند مع الفايف، يعني الاثنين دول بارلل. فخلاص نقدر نطبق اومز لو ان الفي ايكوال اي ار، فهما الاثنين طالما بارلل يبقى الفولت بتاع ال 6.67 هو نفس الفولت بتاع ال 5، يبقى الاي في الار ال 3 في ال 6.67 ايكوال الاي 3 اللي احنا عايزينها في ال 5، نقدر نجيب اي 3. يعني هي المساله ميكس ما بين اوم وكيرشوف، جبنا الاي 3 ب 4 امبير، نروح واخدينها نعوض في الايكويشن بتاعت كي سي ال، نروح جايبين ايه الاي لو عادي. طبعا ممكن تعملها بوينت ميثود عشان الشكل لو وحش، اهو طريقه ثانيه عشان بس يبقى الدنيا وضحت معاك، يبقى هنا 1 وهنا 1 وهنا 2. مستر هي فين الباتري؟ الباتري وصلها عند الاوبن اند زي ما اتفقنا قبل كده، حط هنا بوزيتيف ونيجاتيف بس 1 1 2 وهناك 3. لا طبعا هناك 1 برضه، هناك 2 سوري 2 برضه 2 برضه، لان دي سلكه فاضيه دي كده 2 بس، هما 1 و 2. فتلاحظ ان هما كلهم اصلا بارل،
هما 1 و 2 بس، فيبقى عندك ال 20 او ال 10 وال 20 وال 5 داخل هنا اي خارج اي. انا بحلها بطريقه بوينت ميثود وريت اللي هي ايه اللي انت بتحبها. دلوقتي الاي دي زي ما قلنا كده اتقسمت، الاي ديت اللي داخل دي اتقسمت، احنا سمينا هناك 1 وهنا سمينا 2 وهناك اي 3. يبقى ماشي في الاي 1 دي خلي بالك هي اللي هتخش في ال 20، يبقى اللي في ال 20 هنسميها اي 1، واللي ماشي في ال 10 اي 2 وتحت اي 3. طب هو مساعدك ب 3 امبير، 3 امبير دي اللي هي فين؟ ال 3 امبير دي خارجه من ال 10 وال 20. يعني بص لو تلاحظ هي خارجه منين من النقطه دي؟ خارجه من ال 10 وال 20. فانا رحت خالص من ال 10 وال 20، رحت خلصان منهم، خدتهم ايه بارلل، جبت الايكوفلنت بتاعهم. فدي اللي طلعت الايكوفلنت بتاعهم طلع معانا 6.67. فالكرنت اللي ماشي فيهم ب 3 امبير. مش كده اقدر اجيب الاي 3؟ هي واضحه. او اعمل ايه ان الفولت ده واحد واي في ار ايكوال اي في ار، 3 في 6.67 ايكوال اي 3 في ال 5 زي ما خدنا في كرنت فايدر قبل كده. نقدر نجيب الاي 3 زي ما قلنا هتطلع ب 4 بس. بعد كده بقى نعمل كي سي ال عند النقطه دي مثلا، يبقى اللي داخل هنا اي 3 بلس 3 يدينا اي، يبقى الاي 3 بلس 4 7. تمام، انا كده حليتها لك بطريقتين، سواء باللي انت تشوفها زي ما هي او بالبوينت. في مشكله كده؟ لا لا تمام يا مستر. ايه السؤال اللي بعد كده؟ 9 و10 بيجي اللي بعديهم يعني. ماشي 9 و10، 9 في السيركت ديت الماجنتيود والدايركشن بتاع الكرنت اي از ايه؟ الاي اهي. طبعا احنا مش عارفين اتجاه، عادي احنا اتفقنا ان احنا نفرض الاتجاه، وفرضنا امتى يبقى صح؟ لو الكرنت طالع بالبوستف، لو الفاليو طالع بوستف، لو الفاليو طالع نيجاتيف يبقى نعكس الفرق. فتعالى يا عم نفرض، تعالى نفرض ان الكرنت ده داخل مثلا، احنا مش عارفين صح ولا غلط. الكرنت ده داخل، ودلوقتي تعالى نعمل كي سي ال عند بوينت اي، داخل 5 امبير كي سي ال at A. اللي داخل 5 واللي خارج 2، وهعتبر دي كمان خارجه هسميها I1 مثلا، وكمان I1 خارجه. اصل بالمنطق لازم تكون خارجه يعني، لان ال 5 اصل احنا قلنا في كي سي ال ان السمشن اللي داخل بيساوي اللي خارج، مجموع اللي داخل بيساوي اللي خارج. فاللي داخل 5 ايكوال 2، لا ال 5 مش بتساوي 2، 2 زائد A زائد اكيد 3، علشان يبقى مجموع اللي خارج بيساوي مجموع اللي داخل، يبقى اكيد الاي 1 دي بكام؟ ب 3. تودي التو الناحيه الثانيه. يبقى كده قدرنا نجيب الاي 1 بسهوله جدا وطالعه بالبوستيف، فانا فرضي صح. طب ال 3 داخله على بي، تعالى نعمل كي سي ال قد بي. ال 3 داخله على بي، وانا فارض ان الاي هي كمان داخله. طب والحته دي يا مستر من بي ل سي؟ خلاص مش انت فرضت اثنين داخلين، يبقى في واحده خارجه بقى، سميها اي 2 مثلا. انت مش عارف مين فيهم صح، وتعالى نعمل كيس ال قد بي. والله لو الاي طالعه بالنيجاتيف يبقى احنا فرضنا غلط، بس طبعا انت عندك في بوينت بي في اثنين انون، في اي وفي اي 2. لا ما تشتغلش عليها دلوقتي، اصبر عليها شويه، هنشتغل على النقطه اللي تطلع لي 1 انون. تعالى روح للاخر خالص عند بوينت دي، بوينت دي خارج منها 3 امبير وداخل عليها 2 امبير، يبقى هنا داخل ولا خارج؟ ما هو داخل 2 وخارج هنا 3، يبقى دي خارجه، ما هو 2 مش بتساوي 3، يبقى دي اكيد داخل. طب انا عرفت من، لو انت مش عارف افرض في اي اتجاه، انا هفرض دي مثلا اي 3 مثلا، ونعمل كي سي ال قد دي بقى، لان الاي 3 هي الوحيده الانون والباقي ارقام. كي سي ال قد دي، اللي داخل اي 3 واللي داخل كمان 2، يبقى اللي خارج 3. يبقى فعلا اي 3 دي هتديني كام؟ 3 ماينس 2 1 امبير، طالعه بالبوستيف يبقى كده تمام. وده منطق، ان لازم لما الاي 3 تبقى ب 1، 1 بلس 2 هيديني 3، يبقى اللي داخل بيساوي اللي خارج. هو ده معنى كيرشوف كارنت لو كي سي ال. طب انا جبت كده الاي 3 ب 1 امبير، ده الاي 3 1 امبير.
نقدر نجيب بقى عند كي سي ال سي، نجيب اي 2 اللي احنا مش عارفينها دي اللي احنا فرضينها. اه احنا دلوقتي بالعقل الفور امبير داخله، الفور امبير داخله والاي 2 هي كمان داخله، هل ده بالمنطق يديني 1 امبير؟ ازاي؟ يبقى ده معناه ان الاي 2 دي المفروض تبقى خارجه، او تعالى نعملها زي ما هي كي سي ال ات سي كان على عماك كده، اللي داخل 4 بلس اي 2 ايكوال 1. فطبعا بديهيا اي 2 هتطلع بالنيجاتيف 1 ماينس 4 هيديك نيجاتيف 3. ده مش منطقي، هو مش منطقي 4 بلس رقم يديني 1، مجموع اللي داخل كده مش بيساوي اللي خارج. النيجاتيف دي معناها ايه؟ ان حضرتك تشقلب الدايركشن اللي انت عملته الاي 2، يبقى الاي 2 دي المفروض تبقى الاتجاه الثاني، تبقى خارجه من سي وتبقى ب 3 امبير. لو انت جيت عدلتها بقى هتعدل الايكويشن خالص هتطلع منطقيه، اللي داخل على بوينت سي 4 واللي خارج منها 1 واي اي 3 مثلا 1 بلس اي 3 مثلا، يبقى الاي 3 دي 4 ماينس 1 تديك 3 بالبوزيتيف، يبقى هي نفس الفاليو اه بس ان اوبزيت دايركشن. كده جبنا كي سي ال ات سي وجبنا الاي 3، كل ده لسه ما جبتش اللي هو عايزه، يبقى هي ماشيه كده ب 3 امبير. حلو كده ملاحظ ايه عند كي سي ال عند بي بقى؟ كده نقدر نجيب عند بي لان هي دي الاي الوحيده اللي هتبقى النور، ان كلهم داخلين، ان ال 3 وال 3 والاي، هل ده منطقي ان كلهم يبقوا داخلين؟ لا مش منطقي، المفروض شويه داخل وشويه خارج، مجموع اللي داخل بيساوي اللي خارج. يبقى المنطق بيقول ان الاي دي مش هتبقى داخله، تبقى خارجة، تبقى البر، علشان اقدر اقول ان 3 بلس 3 يديني الاي، يبقى الاي بكام؟ ب 6. فهمت؟ يبقى 6 امبير وامرج، امرج يعني خارج، امرج يعني كرنت خارج من نقطة دي. ايه كنتوا عايشين معايا ولا الدنيا صعبة؟ ايوه اوكي. ايه تاني واقف؟ مستر هو بيج 708 كان هوم ورك ولا لا؟ لا طيب. احنا قلنا لحد 106 بس، بعد كده هنروح يعني كده الدنيا تمام في دول ولا؟ لا تمام، هو اصلا اللي طلعوا واقفين معايا طلعوا في الصفحه اللي هي مش هوم ورك اصلا، حليتها بالغلط بالظبط. لا لا قلنا مش دلوقتي. هو كده طب تمام دول ايه طيب؟ كي سي ال تمام؟ اه تمام. كي في ال من اول بيج 110 انا لسه ما حلتهمش بصراحه يعني، بس هحلهم النهارده لو في اي حاجه ممكن اتكلم حضرتك على واتساب. تمام طيب، وانت يا ملك في حاجه حلتيها هنا؟ لا انا لسه ما وصلتلهمش. تمام طيب، انا ممكن احل كده مسالتين ونجري. ماشي ماشي. مثلا المسألة دي اللي هي نمبر 9 ونمبر 10 بيج 113. طيب في المسألة دي بيقول لك إيه؟ طبعا السؤال سهل يعني، بيقول لك حضرتك هتستخدم كرشف يعني، شوف الدلع، يقول لك هتستخدم. ماشي يا عم شوف، هات لي بقى في بي 1 وفي بي 2، في بي 1 وفي بي 2. طبعا كده كده هستخدم كرشف لان كل باتري بتطلع كرنت مختلف عن التاني، فاتفقنا لما يكون عندي برانشز فيها اي مختلفه يبقى لازم نشتغل كرشف. انا بعت لكم صحيح الحصه اونلاين، حد شافها يعني؟ حصه تانية لو حد عايز يرجع لها تاني. حد لاحظ اللينك الاخير؟ وانا اصلا عندي مشاكل في قوانين الباور فكده كده هبص عليه.
تمام يعني شفتوها ده اهم حاجه. طيب فاحنا عايزين الفي بي 1 في بي 2، ومديك شويه انترنالات قبل ما اكمل كلامي. لازم الانترنال في كيرشوف تترسم كريزيستنس عشان يتحط عليها الساين بوزيتيف ونيجاتيف. طيب اول خطوه في كيرشوف هم 4 خطوات. اول خطوه اسيوم، ما هو الكرنت اوريدي مديني الاسهم. لا معلش بعد اذنك، املى الاسهم، زودها في البرانش ده. السهم ماشي كده، ده سهم واحد، كتر الاسهم، ارجع لورا ارجع لورا، يبقى هو اصله كده 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 جاي من هنا، يبقى ده كده كله كام؟ 1.4 امبير زي ما هو ايه. وده برضو ماشي كده كده اخره من بوينت اي لحد بوينت بي، ده كله 1.4 عشان ما نغلطش. طيب ونحط بالمره على طول الساين بوزيتيف ونيجاتيف. الكرنت ال 1.4 ده داخل على الانترنال، يبقى هنا بلس والناحيه الثانيه ماينس، عشان كده رسمنا الانترنال. الباتري معروفه دي ماينس ودي بلس. الكرنت قبل ما يخش على الريزيستنس يبقى هنا بلس والناحيه الثانيه ماينس. كده خلصنا من 1.4. تعالى بقى نخش على الكرنت الاي 3. الاي 3 ده ماشي من نقطه بي لحد نقطه اي بس، ماشي في البرانش في النص ده بس اللي هو ال 0.8، فهنا بلس والناحيه الثانيه ماينس. طبعا المساله دي يسهلها عليا ان هو مديني 2 اي، اقدر اجيب الثالثه طبعا بالكي سي ال. طب الكرنت اللي هناك تفتكر كده، بص الزرق الكرنت الازرق داخل على بي، والكرنت الاي 3 الاخضر ده خارج من بي، يبقى اكيد الكرنت اللي هنا هيبقى خارج ولا يبقى داخل؟ ممكن يبقى داخل. طب تعالى نعمل كي سي ال عند نقطه بي ونعتبره داخل، ما على حسب الفاليو ده نسميه اي 2، فهو مسمي هنا اي 1 وهنا اي 3 وهناك بقى يبقى اي 2، ونخليه بلون تاني احسن، ده اي 2. نعمل كي سي ال عند النقطه بي، كي سي ال اد بي كومن بوينت دايما، لا اما بي لا اما اي، لا اما بي لا اما اي، براحتك خليها بي احسن اوضح. يعني اللي داخل على بي 1.4 اللي هو الكرنت الازرق، واللي داخل كمان اي 2، واللي خارج اي 3 اللي هي 0.8. كده نقدر نجيب اي 2، هتودي ال 1.4 الناحيه الثانيه، يبقى 0.8 ماينس 1.4، فطبعا كده الكرنت طالع بالنيجاتيف. يبقى لا انا فرضي كده غلط، يبقى المفروض هو خارج مش داخل، يبقى تعالى نعكس الفرض عشان طالع بالنيجاتيف، ونطبق كيسي ال تاني احتياطي، يعني ممكن الرقم يتغير في بعض المسائل التانية. ده كده هنسميه اي 2. وتعالى نشقلب بقى، يبقى بدل ما هي داخله تبقى خارجه، 1.4 ايكوال 0.8 بلس اي 2، الاثنين دول خارجين، يبقى الاي 2 فعلا 1.4 ماينس 0.8، فتطلع بوزيتيف 0.6. كده جبنا الاي ديت بكام؟ ب 0.6 بالبوزيتيف. كده تمام، عرفنا كده الدايركشن بتاعته. يبقى الاي 2 داخله على الفور، يبقى هنا بوزيتيف والناحيه الثانيه نيجاتيف. اكمل السهم، الباتري ديت بوزيتيف والناحيه الثانيه نيجاتيف. اكمل الاسهم، الكرنت ده داخل على الانترنال ديت اللي انا رسمتها، يبقى هنا بوزيتيف والناحيه الثانيه نيجاتيف. واكمل، يبقى هو الكرنت الاحمر ده ماشي من بوينت بي لحد بوينت اي. كده عرفنا اهم خطوه، كل برانش شايل انهي كارنت، وحطينا كمان البوست بنيت. دي اول خطوتين مهمين جدا، لو انت طبقتهم صح خلاص المساله اتحلت تعتبر. طيب تمام قوي، تعالى بقى نشوف هو عايز ايه. هو عايز بقى الباتري، عايز الفي بي 1. الفي بي 1 موجوده في انهي لوب؟ في اللوب الزرقاء، في اللوب دي. طب انا هلف ازاي يا عم؟ انت حر، يلف كلوك وايز مثلا وهسمي دي لوب 1. اللوب ديت لو تلاحظ كلها ارقام ما عدا الفي بي 1. فهو راح من ضمن الافتراضات بتاعته كيرشوف، قال لك اسيوم ذا دايركشن اوف لوب، انت حر لف زي ما انت عايز في اي اتجاه، كلوك وايز او انتي كلوك وايز. انا هبدا من ستارتنج بوينت عند بوينت بي مثلا، او انت عايز تبدا من ايه؟ اوكي ابدا من اي نقطه على حرف اللوب، انت حر. انا هبدا من بي والف كلوك وايز. فتعال نقول كي في ال ات لوب 1، انا بادئ من بي، اول ساين تقابلني بوزيتيف،
بوزيتيف الاي في الار، الاي اللي هي 0.8 في ال 10، 0.8 مالتبلاي 10. بعد كده هلف هلاقي بعد كده بوزيتيف تاني 1.4 الكرنت ده، طالما انت كاتب الكرنت في كل برانش عمرك ما تغلط، 1.4 في ريزيستنس 1 اوم. بعد كده نيجاتيف الفي بي 1 اللي هو عايزها، بعد كده هلاقي بوزيتيف، بوزيتيف ال 1.4 الاي في الار في الفور، احنا بنجمع في مش بنجمع ار. رجعت تاني لبوينت بي بايكوال 0، ففعلا الايكويشن دي كلها لو حطيناها كده على الكاسيو وشفت سولف نروح جايبين في بي 1 ببساطه. دي كده اهو انا بحطها على الكاسيو. موضوع صعب في كرشو، محتاج منك هدوء هدوء بس، تستعجلش عشان اي ساين غلط رحت في ده تطلع 15 فولت. دي الفي بي 1 يا عم ماشي. طب بالنسبه للفي بي 2 هنروح للوب الثانيه بقى، اللوب الحمراء الاحمر مع الاخضر، دايما البرانش اللي في النص ده هو مشترك، مشترك ما بين اللوب الاولانيه واللوب الثاني دايما. فتعال نلف كده برضو كلوك وايز، انت حر. هبدا منين؟ من نفس النقطه بي يا عم، انت حر برضو، ونسميها ديت كي في ال ات لوب 2 دي اللوب الثاني. بادي من عند نقطه بي هلاقي بوزيتيف الاي في الار، الاي هنا 0.6 في الار اللي هي 4، الكلام ده هيطلع يبقى بلس الفي بي 2 اللي احنا عايزينه. وبعدين الاي في الار، الاي اللي ماشي هنا 0.6 في الار انترنال ب 1. وبعدين هنكمل لفه كده، هنخش هنا هنلاقي نيجاتيف الخضره دي، نيجاتيف الاي اللي ماشي هنا 0.8 في ال 10. هرجع تاني بوينت بي يبقى ايكوال تو 0. طبعا الايكويشن دي هي الانون الوحيد فيها هو الفي بي 2، هحطها برده على الكاسيو ونجيبها. ماينس 0.8 في 10 هي تطلع ب 5، في بي 2 5 فولت. يبقى التشوز بتاعنا 15 و 5 اللي هي تشوز سي. ده كده اول طلب عندنا، جبنا الفي باتريز. طب تاني طلب عايز منك الفولت دروب اكروس اي بي، يبقى 15 و 5 دي الطلب الاولاني. الطلب الثاني ايه الفولت دروب ده بقى؟ فولت وخلاص، بوتنشال ديفرنس، بوتنشال ديفرنس ما بين النقطه اي للنقطه بي، من النقطه اي للنقطه بي. مش احنا اتفقنا في الريكوارد ده نمشي من النقطه اي للنقطه بي في اي اتجاه انت عايزه؟ براحتك، شوف انت عايز تروح للبي ازاي، من النقطه اي للنقطه. ممكن امشي كده على طول يا مستر، ايه المشكله؟ صح، مالكش دعوه بالدايركشن بتاع الكرنت، انا بقول لك انت هتمشي ازاي، مش الكرنت هيمشي ازاي، يعني انت هتمشي من اي تو بي في الاتجاه ده. طب مش احنا لسه كنا حاطين الساينات هنا بلس وهنا ماينس؟ تمام خلاص، وانت ماشي بقى من اي هتلاقي ماينس، يبقى في اي بي هتبقى ماينس الاي في الار 0.8 في 10. يا مستر ده الفولت طالع بالماينس، ده حلال يعني؟ اه حلال عادي، نيجاتيف 8. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انت مشيت من لو لهاي. طب انا لو عايزه يبقى بلس، خلاص امشي من هاي للو، يعني بدل ما تمشي من اي تو بي امشي من بي تو اي. طب هو ما حددليش؟ لا ما حددليش، هو قال لك الفولت اكروس وخلاص، او بتوين. كلمه اكروس زي كلمه بتوين كده، ما بين نقطتين وخلاص، هو ما حددش، انت اللي حددت لنفسك انك هتمشي من اي تو بي. لو واحد عايز يعكس اعكس، مش مشاكل، عايز تعكس المشيه امشي العكس، يبقى انت هتمشي من بي تو اي، ساعتها انت هتسميه في بي اي اللي هو هيبقى بوزيتيف 0.8 مالتبلاي 10 اللي هي بوزيتيف 8. فانت هتلاقي بقى اللي تشوز مش جايب لك اصلا ولا بلس ولا ماينس، لان هو ما حددش، جايب لك الرقم نفسه اللي هو ال 8، فتطمن انك صح سواء مشيت من اي تو بي او من بي تو اي،
ما هو ما حددش، لكن لو حدد يبقى اسمع الكلام ده، يبقى امشي من كذا لكذا خلاص، يبقى اللي تشوز هتلاقيه في بوزيتيف وفي نيجاتيف. اتفقنا؟ تمام. طيب كده احنا خلصنا المسألة دي، نروح المسألة اللي بعد كده، هي نفس الكلام بس المرة دي الآيات متغيرة، يعني الفرق بين الاتنين دول إن هنا الآيات موجودة لكن هنا الآيات مش موجودة. هو ده اللي احنا قلناه الحصة اللي فاتت، لإما أنت خدت دلوقتي نوعين من كيرشوف، نوعين من مسائل كيرشوف، إن النوع الأولاني تبقى الآيات كلها أنون زي المسألة اللي هحلها دلوقتي، ساعتها كاسيو هي اللي تحل معاك ثلاثة إيكويشن بثلاثة أنون، أو لإما يكون مساعدك بآيتين زي المسألة اللي فاتت وأنت قدرت تجيب الثالثة بالكي سي إل، وساعتها الكاسيو ما حلتش معايا ما احتجتهاش أصلا، ساعتها أنت اشتغلت جي في إل على طول وجبت الأنونز الثانية. طيب النوع ده النوع الأولاني، إن أنا يكون عندي وما فيش أي موجودة زي أي 1 وأي 2، برضه نكرر الأسهم في كل برانش زي ما اتعلمنا كده. الاي 2 ديت نرجعها لورا، هنا اي 2 هنا اي 2، بص بص الاي 2 جاي منين، او كل ده الاي 2، محدش يسرح بقى ويقول هنا كمان اي 2، لا في هنا سلكتين في طريقين، يعني هنا هيتقسم الاي بتاعتك في هنا الاي 2 بس، الاي 2 ماشيه في البرانش ده بس لحد هنا من النقطه دي للنقطه دي، او العكس من النقطه دي بنسميها اكس لواي مثلا، من اكس تو واي، انت سمي النقط زي ما انت عايز. طب والاي 1، الاي 1 اهي برضه نرجعها لاصلها، الاي 1 جايه من هنا من فوق من فوق كده كده كده، بص انت ماشي زي ما الاي 1 ماشي، او كده كده كده، او جايه من اكس ورايحه الواي، دي كده كلها اي 1 اي 1، اقعد كررها كده اي 1 اي 1 اي 1 عشان ما تنساش ان دي كده برانش بتاع الاي 1. طب واللي في النص ده اللي هو ال 4 اوم دي ماشي فيها ايه؟ ماشي فيها الاي 3 بقى، ما هو الاثنين دول داخلين يبقى دي اكيد خارجه، ما هو ما ينفعش يبقى كله داخل، يبقى الاي 3 هي اللي ماشيه من واي تو اكس. حلو قوي، حطيت الاسهم حط الساين، حطيت الاسهم حط الساين بالنسبه للبرانش بتاع الاي 1، هو داخل على ار 2 يبقى هنا بلس والناحيه الثانيه ماينس، الباتري كده كده معروفه دي ماينس ودي بلس، كده مفيش اراد تاني في البرانش بتاع الار 2 بتاع الاي 1. البرانش بتاع الاي 2 بقى مفيش هنا ريزيستنس، مفيش انترنال، فمفيش غير الباتري، والباتري حتى هو مديني الصيانات بتاعتها يعني بوزيتيف ونيجاتيف ماشي. طب بعد كده هلاقي الاي 3 عامل نخل على ريزيستنس ار 1 يبقى هنا بلس والناحيه الثانيه ماينس، عند الدخول بحط بلس، اوعى تنسى وانا داخل على ريزيستنس احط بلس. يلا بينا، انت عايز ايه بقى؟ انا عايز منك اي 1 واي 2 3 ما لازم تجيبها طبعا، يبقى انت عندك ثلاثة انونز دلوقتي، انت محتاج ثلاثة ايكويجن، يبقى ايكويجن كي سي ال واثنين كي في ال. كي سي ال عند النقطة اللي في النص اللي هي نقطة واي مثلا، النقطة اللي ما بينهم كلهم، أو نقطة اكس تمشي برضه، نقطة اكس برضه رابطة ما بينهم هما الثلاثة، اللي أنت عايزه اعمله كي سي ال ات واي أو ات اكس اللي أنت عايزه، اللي داخل على واي اي 1 وي كمان واي 2 واللي خارج اي 3، نظبط الايكويشن يبقى اي 1 بلس اي 2 ماينس اي 3 ايكوال 0. بص انا دخلت الايات جوه واتفقنا على المبدا ده، نخلي الايات في الطرف الشمال واي رقم في الطرف اليمين، يبقى الليفت هاند سايد كله اي، علشان الايكويشن بتفهم كده، الكاسيو قصدي بتفهم كده، دي كده ايكويشن 1. طب ايكويشن 2 و3 هنشتغل على الكي في ال اللوبس، فانت شايف اللوب اللي فوق دي اللي هي الزرقاء دي، انت حر لو عايز تلف مع اتجاه الكرنت انت حر، عايز تلف عكس الكرنت انت حر، بتلف زي ما انت عايز، assume the direction of current as the direction of loop، يبقى انا بلف، انا عايز يا عم الف عكس الكرنت انا حر، دي كده اسميها لوب 1، الف كلوك وايز، وتحت برضه الف كلوك وايز انا حر برضه، دي اسميها لوب 2. بص اللوب 1 دي هي اللوب الكبيره خالص دي كده لوب 1، دي كلها لوب 1، ولوب 2 هي اللوب الصغننه اللي تحت دي كده لوب 2 الصغيره دي، وكلمه لوب زي ما قلنا قبل كده يعني كلوز دي سيركت، انت بتعمل لنفسك سيركت مقفوله وتلف فيها عشان تجمع الكي في ال تجمع الفولتج. يلا يا عم نطبق الكي في ال ات لوب
1. ما تنسوش يا جماعه احنا الكي في ال ده قانونه ايه؟ سميشن الفي ايكوال زيرو، اوعى ننسى. انا وانا بلف بجمع الفيهات وبساويها بزيرو. يلا نبدا منين؟ من نقطه واي برضو. دايما علشان ما تتوهش في المساله، خلي النقطه اللي هتعمل عليها تي سي ال هي النقطه اللي هتلف منها. تاني كده اسمع الجمله دي تاني، خلي النقطه اللي هتعمل عليها تي سي ال هي النقطه اللي هتلف منها. مش انا عملت تي سي ال عند نقطه واي، ابدا من عند واي ولف، عشان يعني ما تتحولش وانت بتلف. يعني من نقطه واي الف كده 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 كده، هلاقي بوزيتيف 4. الباتري بتتاخد زي ما هي، وبعد كده هنلف تاني هلاقي نيجاتيف الاي في الار، اي 1 في 2 او 2 اي 1، قدم الرقم عن الاي. وبعد كده هخش كده هلاقي نيجاتيف اللي هي النيجاتيف القدره دي 4 في الاي 3، نيجاتيف 4 في اي 3. رجعت لنفس بوينت واي ايكوال 0. رتب الايكويشن في الاول اي 1 نيجاتيف 2 اي 1، هل هنا في اي 2؟ لا، يبقى الكوفيشنت يبقى 0 0 اي 2 ماينس 4 اي 3. ودي ال 4 دي الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى انا خليت الايات في الشمال واي رقم على اليمين. دي كده ايكويشن 2. فاضل لنا كمان ايكويشن اللي هي اللوب اللي تحت، كي في ال ات لوب 2. طيب برضو هبدا من نقطه واي والف كده، الف كلوك وايز، هعدي على كل دول. يا ريت بقى اللوب اللي تخلصها يعني امسح اللي انت خلصته، عشان بس ايه عينك ما تزاولكش. انا خلصت الجزء ده مسحته، مش محتاجه تاني، انا بس بركز في اللوب اللي تحت. من نقطه واي هلاقي بوزيتيف، بوزيتيف اي في ار 4 في اي 3. بعدين اكمل لفه كده هلاقي النيجاتيف 3 3 فولت. بعد كده رجعت تاني الواي بس، شكرا، ايكوال 0. طبعا الايكويشن دي تقول لك ان انا ممكن اجيب اي 3 على طول، صح؟ وبعدين اعوضها بقى في كل ايكويشن اللي يعجبك، بس الاسهل انك تحط على الكاسيو على طول والكاسيو تحل الثلاثه مع بعض مره واحده. لان انا اخاف انك لما تجيب اي 3 وتعوضها في كل واحده تنسى يعني، او تغلط في اشاره ولا حاجه وانت بتعوض بنفسك مانيوال. خلي احسن الكاسيو هي اللي تعوض. يبقى كده طبعا ما فيش هنا اي 1 يبقى 0 اي 1. مثلا ما فيش اي 2 يبقى 0 اي 2 ولا يهم. طب في اي 3 خلاص 4 اي 3، وادي الرقم الناحيه الثانيه بالبوزيتيف. يبقى انا رتبت الايكويشن زي ما رتبت الباقي. دي كده ايكويشن 3. يلا يا باشا خش على الكاسيو مود 5 2 وحط بقى معايا الكوفيشنات دي. مود 5 2 نحط ايه بقى؟ نحط في اول ايكويشن هنا 1 1 نيجاتيف 1 بعدين 0. هننزل على الايكويشن بعد كده هنلاقي نيجاتيف 2 0 نيجاتيف 4 نيجاتيف 4. بعد كده نروح للايكويشن الاخيره هتلاقي 0 و 0 و 4 و 3 ايكوال تاني الاكس اللي هتطلع دي هي الاي 1. فالاي 1 طالعه 0.5 او 1 اوفر 2 يعني. وايكوال تاني هتلاقي الاي 2 اللي هي الواي طالعه 1 اوفر 4 0.25. وايكوال تالت هتلاقي الاي 3 طالعه ب 3 اوفر 4 اللي هي 0.75. طب هو كان طلباته ايه؟ اي 1 واي 2 بس، يعني اي 1 واي 2 يعني 0.5 و 0.25 اللي هي تشوز ايه. تمام؟ في أي سؤال؟ لا تمام. هتلاقي كل الهوم ورك كده. تمام. تمام، كل الهوم ورك كده يعني، والله بنفس الفكرة. إحنا اتفقنا لحد بيج كام؟ لحد 116 صح؟ لحد هنا؟ أنتوا معايا يا جماعة ولا إيه؟ ماشي يا مستر مايك بيعلق، أيوه لحد 116. صح لحد 16 لحد هنا بس يعني. طب حلو يعني. بص المساله دي حتى فكرتها اللي انت تاخد الثلاثه دول بارل، اهم حاجه تخلصهم الاول. يعني دايما يا جماعه في كيرشوف لو في بارل وسيريز واضحه قدامك انجز خلصها. شايف برضو؟ بص خليك ناصح يعني، انا عايز في الاخر تسمبل، تعمل سمبل
للسيركت. شايف ال 2 وال 5 دول مش دول سيريز؟ خدهم سيريز 2 بلس 5 7. شايف الثلاثه دول؟ خدهم بارل على الكاسيو، هتبقى 1 اوفر 18 بلس 1 اوفر 9 بلس 1 اوفر 6، واللي يطلع نشقلبه تبقى 3. شايف ال 9 وال 1 دول؟ خدهم سيريز 9 بلس 1 هتطلع ب 10. وبعدين يعني يا مستر بعد ما عملت كده انت ممكن ترسمها بقى رسمه ثانيه لنفسك بعد ما بسطتها كده، اصل انت لو ما بسطتش كده انت ممكن تتخض، ممكن تحل غلط. انا في الاخر ليه بعمل التبسيطه دي؟ علشان في الاخر انا عايز شكل السيركت يبقى كده يا جماعه. يبقى في الاخر تو لوبس، لوب هنا سميها لوب 1 ولوب هنا سميها لوب 2. دايما في بالك الشكل ده في اي سيركت عايزين نخليها الشكل ده، لوب هنا ولوب هنا. فانا بالتبسيطه ديت بص بقى انا خليت كده اهو، تعالى كده نرسم اهو بعد ما بسطنا نيجاتيف 3 فولت اهي، وهنا الريزيستنس 1 اوم، لا مش 1 اوم بقى هتبقى 10 اوم على طول. احط ال 10 اوم هنا تحت او فوق براحتك، وهنا هتبقى 7 فولت، ودي 3 اوم مفيش معاها سيريز مع حد. هو انا مش هقدر اجيب اول ايكوفلنت بتاعت السيركت كلها، بس انا اللي عرفت اخلص منه في كل برانش خلصته. فاهمين قصدي ايه؟ انا ما جبتش ايكوفلنت، انا اللي عرفت اخده بارل خدته، اللي عرفت اخدته في سيريز خدته، لكن ما اقدرش كده كده في كرشه فاجيب الايكوفلنت زي ما انتم عارفين. ودول هيطلعوا 7. خلي بالك بص بالمره، مش ال 7 دي وال 3 هيكونوا سيريز؟ اللي هيطلع من دول 3 واللي هيطلع من دي 7، ما هو نفس البرانش، هو نفس السلكه اللي ماسكاهم. يعني سيريز 7 بلس 3 10. يبقى يلا بينا، يبقى عندك بص كده دي 5 فولت ودي 10 مثلا، نخلي ال 10 تحت. ايه رايكم؟ مش كده اسهل شويه؟ مش كده ابسط؟ صح؟ كده بقى الموضوع بقى سهل. ايا كان هو عايز ايه بقى؟ هو بص حتى بيقول لك هات الاي 3 ومش مديك اسهم، حط انت اسهم بقى زي ما انت متعود عادي. هنا الاي 1 فهو انا يا عم هفرض ان الاي 1 ماشي كده، انا حر. انا هفرض ان الباتري دي تشارج يا عم، انا حر. ندخل عليها الاي، مش هو قال لي انت حر؟ خلاص انا حر. والاي 3 هي اللي ماشيه في البرانش اللي في النص، انا يا عم افرض انها طالعه برضه، افرض زي ما انت عايز. والاي 2 اللي هناك اهي افرض انها ماشيه كده. طب يا مستر اعرف منين ان فرضي صح ولا غلط؟ طبعا انت بتحسب الايات زي ما قلنا ثلاثه ايكويشن على الكاسيو، ولو الاي طالعه بالنيجاتيف يبقى انت فرضك غلط، يبقى المفروض العكس، بس الرقم هيطلع صح كفاليو، الارقام هتطلع صح، لكن كدايركشن هو اللي بس الايه اللي غلط، اللي المفروض يتعكس. فانا فارض والله اعلم فرض مين الصح، بس انا كده بسطت السر. فيبقى عندك طبعا كي سي ال في النقطه اللي في النص، انا مش هحلها، انا بقول لك الفكره. كي سي ال في النقطه اللي في النص هتعملها سميها اكس مثلا، وهتعمل كي في ال في اللوب دي، وهتعمل كي في ال في اللوب دي، وخلاص خلصت. اوكي اوكي فهمتوا يعني ازاي نبسط؟ اه تمام يا مستر. تمام، خدتوا سكرين شوت اللي فاتت دي ولا لا؟ انا رسمتها. طب كويس، اهي برضو قدامكم لو عايزين تاخدوا سكرين. تمام، الباقي اعتقد مفيش فكره فيه. بص دي برضو لوب هنا ولوب هنا، قشطه. المعاصر حد حل فيه ولا مش هتحله اصلا؟ انا حليت بس فاضل اربع صفحات. برافو يا ملك، عايش. انت بتشيكي يعني بالانسر ولا بتعملي ايه؟ اه بحله واعلم كل صفحتين كده. في حاجات واقفه فيه كتير؟ لا هي بس يعني انا لاحظت ان الاسئله اللي بتقف معايا هي الاسئله بتاعت الريليشنز مثلا، ده زاد قال حته معينه كده. اه طب جميل ماشي، لو في حاجه واقفه برضو في الحصه بكره ان شاء الله نظبطها. يعني انت حضري اسئلتك كلها في اللي واقف معاكي في المعاصر او الملزمه،
انا اعتقد كيرشوف مش هيقف معاكوا حاجة المفروض يعني، او حاجة بسيطة اوي لو وقف. والمعاصر حضري اسئلتك الوفاء، انت نفس الكلام يا حنين برضه. تمام تمام يا مستر. بص بص، مثلا المسألة دي معلش انا مش هحلها برضو، انا اقول لك بس. بس شايف الدايركشن اللوب دي، انا كده فارض لك الاتجاه، يبقى تسمع الكلام يعني. انت كده بقى مش هتفرد من دماغك، انا بقول لك هنا في اللوب دي، اللوب المثلثه دي، المثلث ده تمشي فيه كلوك وايز. اللوب دي تمشي كلوك وايز، يبقى انت كده مش هتفرد، وكمان مديك الاسهم انت بس كترها. واللوب اللي هناك تمشي انتي كلوك وايز، تسمع الكلام يعني، بس مجرد بس تنفذ الايه الدايركشن اللي مدهولك. انا كنت قلت لكم نمبر 5 ما تحلوهاش صح؟ هي ما فيهاش حاجه على فكره، ممكن تحلوها عادي يا سهله. ثلاثه لوبس، قصدي اتنين لوبس وواحده كيس ال في النص، نقطه بي سهله، ما فيهاش حاجه. هو عايز الاي اللي ماشيه في الار 3، يعني عايز الاي 2. فانت كده كده مضطر عشان تجيب اي 2 لازم تجيب اي 1 واي 3، يعني تحل ثلاثه ايكويشن على الكسر. واللوب اللي انت هتلف فيها هي اللوب المثلث ده والمثلث اللي جنبه، دي التو لوبس اللي انت هتلف فيها. وانا مديك حتى الدايركشنز، فهي سهله. لا انا كنت فاكرها هتبقى صعبه عليك، بس اصبحت عاديه يعني مفيش مشكله. نفس الكلام هنا برضو، انا مديك الدايركشن بتاع اللوب، برضو سهله، برضو دي سهله، خلاص يعني قشطه يعني. دي برضو خلي بالك انا عندي هنا لوب واحده بس مفيش غيرها يعني. بص اول مساله دي هبله قوي، انا ما عنديش غير دي بس. طبعا انت يعني في بالك المساله دي ممكن تشتغلها اوم، لا مش هتعرف تشتغلها برضو اوم. طب لو انا انت كده جيت مميز فكرتها ازاي؟ اوم ايه؟ انا كده مميز ازاي؟ انا كنت بميزها ان يبقى فيه خط في النص كده، فكده دي ما تنفعش اقوم ما ونشتغلها هو كده. برافو، ما هو فعلا الخط اللي في النص موجود، شايفه ده؟ الخط ده اللي هو في ريزيستنس 2 اوم. هي الفكره في ايه؟ ان انا داخل بسي امبير، اوكي. اتقسم اي 1 فوق واي 2 تحت. الاي 1 اللي ماشيه فوق ديت دخلت 12 فولت، وهي نفس الاي اللي دخلت في ال 4 فولت وطلعت، يعني الاثنين دول سورس، اوكي مفيش مشاكل. هو يا مستر ما هي حلوه اهي اوم اهي، مش تعرف تجيب ال، لا ممكن تشتغل اوم على فكره والله. لا سهل، سهله اوم. الاي 1 اللي هي اللي فوق دي هي اي بتاعت البرانش اللي فوق بس، بس مش الاي توتال. هي دي بقى الخدعه، الاي 1 ديت هي الاي بتاعت البرانش اللي فوق بس. الاي توتال هي ال 3، انتوا واخدين بالكم؟ الاي توتال يا جماعه هي اللي داخله عليهم، هي ال 3 وخارجه تاني 3، دي مش هينفع اوم خالص. الار ايكويفالنت انت ممكن تجيبها ماشي، ادي 2 اوم و5 بلس 4 سيريز وبارل مع 2، والاي توتال هتبقى 3. حلو، 3 ايكوال. بص انا هسمع الكلام، هو كانها هشتغلها اوم. ايكوال ايه بقى؟ ال 2 باتريز دول ستورس يا مستر، هناخدهم بلس 4 بلس 12. غلط. ايه ده يعني ايه غلط؟ ما هو اصل مش ال 4 بلس 12 مش داخل عليهم ال 3 امبير، لا هو داخل عليهم مين؟ الاي 1. هو داخل عليهم اي 1، يعني المفروض مكان ال 3 امبير دي تبقى اي 1. والاي 1 مش هي التوتال عشان اطبق القانون ده، فاهمين حاجه؟ مش هينفع. هي الاي 1 هي التوتال؟ لا، التوتال هي 3 امبير. يبقى مش هينفع معانا اوم خالص. وال 3 امبير مالهاش علاقه بالباتريز اساسا. 3 امبير دخلت اتقسمت، البرانش اللي هي اتقسمت عليه بالصدفه بقى فيه باتريز، ملهاش دعوه، هي دخلت اتقسمت واتجمعت تاني 3. فانا من الاخر لما الاقي كل برانش ماشي فيه كارنت مختلف اشتغل الاسهل كده، ان انا برضه مش هعرف اخليها يعني. هي اي توتال اوكي، بس اي توتال ايكوال في بي. طب الفي بي فين بقى؟ ما انا ما اعرفش الفي بي اللي هي جاي منها ال 3 فين. يعني اعتبر كده ان في باتري هنا، طب الباتري دي بكام؟ ما تعرف. طب هل هما باتري واحدة ولا هما بطاريتين ولا ثلاثة؟ احنا مش عارفين، ما ادانيش جيفن واضح. يبقى انا ما اقدرش اشتغلها اوم. فهمتني يا ملك ليه؟
تمام؟ يعني تمام. ما فهمتيش؟ ما فهمتهاش؟ تمام. ما هي المشكلة إن 3 أمبير دي هي التوتال، 3 أمبير دي جاية من بطارية. طب البطارية دي أنت عارفاها؟ مش عارفينها. ماشي. ما إحنا مش عارفين الـ VB. أنا وصلت بطارية أهو، أنا وصلت باتري تحت أهي. أنا وصلت باتري تحت. الباتري دي بكام بقى؟ معرفش. وانا اشتغلها اقوم في حاله ايه؟ مش الاي توتال ايكوال في بي على الار ايكويفالنت بلس الانترنال. اوكي انا معاك ان انا اقدر اجيب ار ايكويفالنت سهله، ال4 بلس ال5 سيريز وبارلل مع التول اللي تحت، جميل جدا. دي الار ايكويفالنت خلصنا منها، والانترنال ما جابليش سيرتها، اوكي بزيرو. طب الفي بي بقى اللي طالع منها اللي هي بتزق ال3 امبير بكام؟ معرفش. يبقى دلوقتي بقى عندي في الايكويشن دي تو انون، صح؟ او انا لا، معايا 3 امبير ومعايا الار ايكويفالنت، ماشي هقدر اجيب الفي بي اللي تحت. اوكي ماشي، اوكي انا معاك اهو، معاك لاخر الفتره. اوكي هنجيب الفي بي اللي تحت دي، ممكن نجيبها بس احنا زودناها يعني في المساله. ممكن نجيب الفي بي اللي تحت، هتبقى 3 ملتبلاي الار ايكويفالنت، الاثنين دول بلس هيبقى 9 وبارلل مع 2، يعني 9 باي 2 على 9 بلس 2. اوكي جبنا يا عم الفي دي، مفيش مشاكل. هتطلع رقم كده غريب، مش مشكله، 4.9 فولت. دي الفي بي اللي تحت. هو بقى مش عايز دي اصلا، هو عايز الاي 1 والاي 2. الاي 1 والاي 2 هنجيبهم ازاي؟ انا دلوقتي اهو برسم لك بس رسمه انضف شويه. اللي تحت ده باتري، انا بفكر معاك كانك هتفكر بقوم بالظبط، عشان هي شكلها مألوف قوم يعني. الباتري اللي تحت دي احنا جبناها ب 4.9، اتفقنا؟ واللي ماشي هنا 3 امبير. تقدري تجيبي لي اي 1 واي 2 ازاي؟ يلا قولي لي يا بلد. مالك معايا؟ انا بفكر بس مش عارف. ينفع نشتغلها اوم يعني ولا لا؟ هي شكلها لا، هي للاسف لا، لاني يعني بص، مع ان احنا جبنا الفي بي باوم اهو، قانون اوم اللي احنا عارفينه الجميل، للاسف لا، لان احنا مش عارفين اصلا. اولا انت جبت الفي بي ديت، هو انت ايش عرفك ان هي باتري واحده؟ ده اولا. خلاص يا عم انا اعتبرتها باتري واحده ب 4.9، ماشي. طب الاي 1 والاي 2 دول تو انونز، وقوم اخره يقول لك ايه؟ ان زي كي سي ال كده، اللي داخل بيساوي اللي خارج. يعني هو اخره يقول لك ان ال 3 امبير دي عباره عن اي 1 بلس اي 2. هو اومز وكيرشوف متفقين على المبدا ده. طب انت محتاج كده دلوقتي ايكويشن كمان، او محتاج تو ايكويشن عشان تجيبها، او ايكويشن كمان على الاقل. الايكويشن الثاني دي للاسف مش هينفع غير بكيرشوف، لازم تعملي كي في ال على اللوب ديت، تلف في اللوب دي. يبقى لازم نحط الساينات بوزيتيف، عشان كده كيرشوف خد نوبل يا جماعه. انا عايزك تحس بقيمه الراجل الحرامي ده. يعني هو كان حرامي وسرق الفكره من قوم، بس هو اللي يقدر يحل اي سيركت. يعني شوف السيركت دي عمالين نتفكر لقوم على قانون نجيب منه مش عارفين. كيرشوف بص قال لك يا عم انا طبق بس الستبس اللي انا قلت لك عليها، ولكش دعوه، لها حل. حطينا الساينات ولفينا اللفه بتاعتنا، خلصت، طلعنا ايكويشن كمان. انا عملت اكس ال عند النقطه دي، او عملت اومز لو اللي داخل بيساوي، مش فارقه، كرنت فايدر يعني. ودلوقتي بعمل كيرشوف كي في ال، فانا هبدا الف كده، او هبدا الف من النقطه دي كده، هنا بوستيف وهنا نيجاتيف، يبقى هنا بوستيف ال2 في الاي 2، وبعدين هلاقي هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف، يبقى هنا نيجاتيف 4 في الاي 1، الاي 1 هي اللي ماشيه فوق، يبقى نيجاتيف 4 اي 1، بعد كده بوزيتيف 4، وبعد كده نيجاتيف 5 اي 1، بعد كده بوزيتيف 12، والكلام ده ايكوال 0 بعد كده. شوف مين اللي يقدر يطلع الايكويشن دي غير كيرشوف؟ للاسف ما فيش، اوم مش هيقدر يطلع.
نظبط بقى الايكويشن، هيبقى طبعا نيجاتيف 4 اي 1 ماينس 5 اي 1، جمع اللايك تيرمز هيبقى نيجاتيف 9 اي 1 بلس 2 اي 2، واي رقم ودينا الناحيه الثانيه 4 بلس 12 16، هتروح هناك نيجاتيف 16. شفت بقى عندي ايكويشن ثانيه ازاي بسهوله؟ برضه كيرشوف ده لعيب يعني، حرامي بس ناصح يعني. يعني احنا الباتري اللي احنا جبناها ما استفدناش بيها بحاجه اصلا، من غيرها هنعرف نحل بكيرشوف على طول. هنحط بقى الايكويشن دي على الكاسيو برضه، احنا ممكن نعدل بس ايكويشن 1 دي شويه، خليها اي 1 ناحيه الشمال، اي 1 بلس اي 2 ده يدينا سي، دي كده ايكويشن 1. برضه ممكن نخلي الكاسيو تحل، بس المره دي هيبقى مود 5 1 مش 5 2 بقى. لو اتغلت على مود 5 1 هتلاقي في سطرين اتكتبوا قدامك، هنكتب الكوفيشنات. الاي 1 هتبقى 1، الاي 2 هتبقى 1، اكتب معايا 1 1 3. الثانيه هتبقى نيجاتيف 9 2 16 نيجاتيف 16 ايكوال ايكوال، الاي 1 هتطلع ب 2 امبير والاي 2 هتطلع ب 1 امبير. كده قدرنا نجيبها بسرعه، الاي 1 ب 2 والثانيه ب 1 خلاص. شفت بقى كيرشوف يقدر يحل اي مساله ما يحلهاش اوم ازاي؟ راجل برضو دماغه متكلفة. دماغ بصراحة. الله، يحل أي سيرك، الخطوات اللي قلنا عليهم دول تحل أي مسألة من اللي إحنا كنا بنحلهم في أمزلو في الحصص اللي فاتت، وتطلعي نفس الناتج طبعا، نفس الأنس. بس هي مشكلة كيرشوف إن هو طويل في الحل، إنه بياخد ستيبس كتير، بالذات ستيبس الساينات دي تبقى واخد بالك. التركيز، تركيز وهدوء، عشان كده بيحبوا يجيبوا منها مسألتين ثلاثة في الامتحان. اتنين تلاتة؟ أنا قلت واحدة. والله لا، اتنين تلاتة. لو فتحتوا الهاي ليفل، ملزمة الهاي ليفل اللي معاكم، شفتوا المسألة اللي احنا حليناها آخر واحدة؟ أقول لكم بيجي كام بس تبقوا عارفين إيه، ما تضحكش عليكم يعني. المسألة هي بيج، بيج 37. احنا حلينا اكزامبل 10 اللي هي اللي تحت، اكزامبل 9 و10 الاثنين دول اصلا فاينل السنه دي، فاينل 2022 الدور الاول، جابوا مسألتين اهو في الامتحان. فاينل 21 كان جايبين ثلاث مسائل. انت معايا؟ معايا؟ بيحبوها جدا. لا هي تتحب الصراحه. يعني خلي بالك، ده المساله الواحده عليها درجتين، يعني اربع درجات او ست درجات لو هم ثلاثه، يعني اختلاف من كليه لكليه، فعشان خاطري ركز كويس وانت بتحلها. المفروض باللي احنا قلناه النهارده ده تكرر الهوم ورك كده كله، مش هيبقى في حاجه ان شاء الله واقفه يعني. المفروض او برضه لو في حاجه واقفه هنبدا في الحصه. اوكي اوكي اشوفكم على خير ان شاء الله. استفدت يا حنين؟ الدنيا تمام؟ كله تمام يا مستر. ماشي يا باشا، ما تنسيش المعاصر يا حنين. لا ما تخافش. أنا كاتب لكم كل حاجة على الجروب، بيجي كذا بيجي كذا. تمام. يلا باي باي. بكرة صحيح، ثانية واحدة.